أنتِ صديقتي المفضلة فيوليتا. أنتِ أفضل وأجمل فتاة في العالم بأسره. أنا أعلم أعلم، استمر لا تتوقف. أنا أصبحت ثرية جدا الآن. نحن كدنا أن ننتهي من الدروس. إيما، لما لا تردين علي؟ نحن دعيناك الآن. ماذا تعني؟ لم أسمعكما، نحن هنا نكتب الوظيفة. إذن يا شباب، حان وقت الذهاب. أمي ما بك، نحن أردنا أن نشاهد فيلماً أيضاً. قريباً ستأتي أختك، ويجب أن نجهز أنفسنا لاستقبالها يا عزيزتي. ماذا؟ هكذا ابنتي، ألست سعيدة؟ لكن يا أمي، أنت قلت أنها ستأتي بعد أسبوع. لكنها ستصل اليوم. حسناً، أنهو كل نحن شيء. نحن لن نعيد كلامنا، فهمتي؟ آسفة يا رفاق على ما حصل. لا بأس يا إيما، نحن نتفهم كل شيء، هذه ليست مشكلة. شكراً لكما، نلتقي في المدرسة إذن. إلى اللقاء. وداعاً وداعاً. أشعر أنها لم تقرر المجيء هكذا عن عبث. ماذا يحصل؟ صوفي، هل كنت تعلمين أن إيما لديها أخت؟ سمعت شيئاً من هذا القبيل، لكنها لا تحب أن تتذكرها على الإطلاق. ولكن لماذا؟ لا أعلم، لم أسألها عن ذلك سابقاً يا بن. لا بأس، غريب كل هذا. وما الغريب في هذا الأمر؟ يبدو أنها تخفي بعض الأشياء عنا، أليس كذلك؟ دعك من هذا يا بن، ربما لسنا صديقات فقط وهذا كل شيء. يجب علينا أن نكتشف هذا الأمر بأسرع وقت. وهنا يجب أن ننظف أيضاً، وهذا يجب أن نزيله أيضاً. كم أنا متوترة أوسكار. وأنا أيضاً متوتر كثيراً يا عزيزتي. هم يقولون أنها ثرية جداً الآن، لذلك يجب أن نبقيها هنا لفترة طويلة، ربما ستساعدنا في حالتنا المادية. نعم ستساعدنا أعتقد. أتمنى هذا كثيراً يا حبيبي، أتمنى هذا كثيراً. هاي، لماذا تصرخون هكذا؟ لماذا أنتم هكذا؟ لأن الآن ليس لدينا مالاً كافياً، ولا يمكننا أن نشتري كل ما نحتاجه. وما علاقة أختي بهذا؟ أنت صغيرة جداً ولن تفهمي هذا الأمر. بالتأكيد دائماً تقولون هذا، وبالمناسبة أنتما دائماً تفضلان فيوليتا علي. إيما، إلى أين؟ لم ننهي حديثنا بعد. أنا أنهيت حديثي، سأذهب لأرتب غرفة أختي الجديدة قادمة. متى كبرت هكذا هذه البنت وأصبحت غير مطيعة؟ هذا لأنه أنت لم تشارك في تربيتها، كانت مهمتي وحدي. هذا لأنه كنت تمسحين لها كل شيء. هذا خطأك أنت، دائماً ليس صحيحاً، دائماً إنه خطأ، لا تقم بلومي. حبيبتي، هل يمكنني أن أطلب لك من هذا الكوكتيل؟ نعم طبعاً، ليست مشكلة. وأنا كنت سأطلب مثلجات أيضاً. رفاق اطلبا، لدي الكثير من المال، أنا سأحاسب. كم أحبك فيوليتا. أنت صديقتي المفضلة الوحيدة وأنا أحبك جداً. لما أنت مستعجلة هكذا فيوليتا؟ نحن أتينا للتو. أخبرت والدي أنني سأزورهما اليوم، ربما الآن ينتظران. إذن نلتقي في المدرسة الجديدة. نعم اتفقنا، أراكما غداً إذن. نلتقي غداً. كم نحن محظوظون بها. موافق. وكيف كسبت كل هذا المال تايلر؟ أخبرني. لا أعلم، لكن لا يهمني الأمر، إنه يوجد مال، لذلك سأطلب شيئاً آخراً أيضاً. هل أحضر لك شيئاً آخر؟ حسناً، وأنا يهمني، أنا أيضاً أريد أن أكون ثرية مثلها، هذا ما أتمناه في الحياة. والدي، أنا في المنزل. ابنتي وأخيراً. انتظرناك كثيراً. افهم، عدت إلى هنا لفترة قصيرة، وسأعود إلى منزلي عندما أنتهي من ترميمه. نحن نتفهم هذا، وسعيدان بما لدينا الآن. هذا رائع. وأين الصغيرة؟ لما لم تستقبلني؟ ربما نائمة، لم تسمع. إيما، تعالي إلى هنا بسرعة. ماذا يحصل؟ لماذا تصرخان؟ مرحباً أختا. مرحباً فيوليتا، مثل عادتك تبدين رائعة. شكراً، لا يمكنني أن أقول عنك هكذا، ملابسك قديمة جداً. ملابسي تعجبني، لا أشكيها. إيما، لا تذهبي، أختك وصلت منذ لحظات. تصرفي بشكل لائق. والدة، يجب أن أنهي وظائفي، لا داعي للكلام. خذي ملابسك واذهبي إلى غرفة الضيوف الآن، واتركي هذه الغرفة لفيوليتا. هكذا. كم أحب والدي لأنهما يحبان أكثر.
ماذا؟ ماذا تقصدان؟ هل تمزحان معي؟ لقد قلنا كل شيء وقرارنا لن يتغير أبدا. مستفزين. ما بها؟ ليست سعيدة برؤيتي؟ لا، لكنها تغار منك، وهذا بسبب نجاحك. لنذهب إلى المطبخ يا ابنتي، أخبرينا بكل شيء. لنذهب. يجب أن أجد رفاقي، لا يمكنني أن أكون بالقرب من هذه الغبية. أنا سأرمي الكرة. التقطتها. هيا. ها أنتما. هيا العبي معنا يا إما. لا، إن مزاجي معكر قليلاً. أخبرينا ما الذي حصل يا صديقتي؟ ومن أزعج أميرتنا الصغيرة يا ترى؟ لم يزعجني أحد. لقد أتت فيوليتا وتعكر مزاجي بوجودها في منزلنا متطفلة. هل وصلت حقاً إلى هنا؟ نعم، لماذا؟ يا إلهي، أتمنى أن أراها بشدة. كفى يا بن، ألا ترى أن صديقتنا حزينة جداً؟ هل أنت غبي؟ أنا فقط متشوق لرؤيتها، ولا يوجد شيء في هذا. لا تقلق بن، ستراها بالتأكيد. من المستحيل ألا تلاحظها كم هي غبية ومستفزة. أتمنى هذا بشدة. لا تعطيها أي اهتمام. أخبرينا لما أنت غاضبة الآن؟ لأن والداي طردوني من الغرفة مرة أخرى وقالوا لي أن أنام في غرفة الضيوف. تخيلوا هذا، أيعقل؟ معك حق، هذا ليس جيد. ليس جيد، إنهما لم يروني. كل اهتماماتهم الآن سيتركز على أختي الحبيبة فيوليتا القبيحة. أنا كنت لأفرح. يمكنك أن تفعلي كل ما يحلو لك، لن يتحكما بأفعالك أو إلى أين ستذهبين. أجل موافق، أنا أيضا أحب الحرية. حسنا، لنذهب نتناول المثلجات، ربما سيتعدل مزاجي قليلا. لنذهب. هيا لنذهب. هكذا إذن، أتمنى أن يتصل عميلي الخاص قريباً ويخبرني ما أعرفه عن فيوليتا. مرحباً ستيلا، مع من تتحدثين الآن؟ مع نفسي، لا تهتم. لما أتيت تايلر؟ هل يوجد خطب ما؟ لا شيء، أردت أن أسألك أم أنك ذاهبة للحفلة؟ أي حفلة هذه؟ عن ماذا تتحدث؟ فيوريتا أخبرتنا أنها ستقيم حفلة بعد المدرسة، لهذا سألتك. أوه، نسيت تماماً، بالتأكيد سوف أذهب. أعتقد هذا، لذلك أتيت لأذكرك لكي لا تخططي شيئاً لهذا المساء. شكراً، نلتقي في المدرسة إذن. حسناً، إلى اللقاء. كاد أن يسمع حديثي، ها هي الأخبار الجيدة قد أتت، لنرى ما الأمر. ألو، أسمعك؟ مرحباً يا آنسة ستيلا. مرحباً، مرحباً، سريت بسماع صوتي، أخبريني ماذا علمت؟ معلومات جديدة، فيوليتا لديها عملها الخاص والآن أحوالها ليست جيدة. أعلم هذا، ماذا أيضاً؟ اليوم لديها اجتماع مهم الذي سيقرر مصير متجرها، لا يمكن أن تفوته. إذن لديها متجر؟ نعم بالضبط، ملابس للشبان. هذا غريب، كيف حصلت عليه؟ يبدو أنه أحد ما ساعدها. يمكنني أن أكتشف من، لكن هذا سيكون بمقابل مبلغ إضافي. هذا لا يهمني، أعلم ماذا يجب أن أفعل. شكراً. إذن وداعاً، إن أردت شيء فأنت تعلمين أين يمكن إيجادي. وداعاً وداعاً. والآن يجب أن أسرق جوالها كي لا تذهب إلى الاجتماع. يجب أن أفعل هذا الشيء في الحال. يجب أن أطلب المساعدة من تايلر. ابنتي العزيزة، ألا يمكنك أن تعطي لنا القليل من المال؟ ماذا تقصدان؟ أنا ووالدتك قررنا أن نذهب لمكان ما. إذا نفذتما كل طلباتي عندئذ سأفكر بالأمر قليلا. حسناً، سنفعل كل ما تريدينه. هذا رائع، والآن يجب أن أسحر مدرسة هذه المدينة. ماذا تعني؟ ما الذي قلته للتو؟ هل كنت تتنصتين؟ أيتها الطفلة إما؟ لا، كنت أمر من هنا وأنت تتحدثين بصوت عالي. لا تجاوبين أختك إما. احترميها. هل سمعت والدي؟ يجب أن تطيعيني. لا فيوليتا، جاوبي على سؤالي، هل ستدرسين معي في المدرسة نفسها؟ نعم. هل أنت تمانعين؟ هل أنت تقنعيني أنه يهمك رأيي؟ أثبتي مرة أخرى أنه لا يمكنك أن تعكري مزاجي أكثر، لكنك أثبتت لنا العكس. أنا أكرهك يا أختي الحبيبة. سعيدة بمساعدتك دائما. مستفزة. أمي، أبي، هل سمعتما هذا؟ إما، عودي واعتذري أمام أختك. هيا بسرعة. على الفور. إن استمر هذا الأمر فأنا. لا تغضبي يا عزيزتي، سنحل الأمر نحن. بالتأكيد سنعلمها التهذيب. أتمنى هذا منكما، وإلا لن تروا أموالي.
بالمناسبة أين إما؟ ربما ستخبرنا بشيء عن أختها، أليس كذلك؟ بن، أنت لا تعلم شيئا عن فيوليتا، لما تظن أنها جيدة هكذا؟ بصراحة لا يمكن شرح هذا الشيء، إنه إحساس لا أكثر. وأنا لدي إحساس أنك غبي ومجنون للغاية. كم سئمت منها. صديقتي لماذا تصرخين؟ ما الذي حصل الآن؟ والدي كأنهما تم استبدالهما، يفعلان كل شيء تريده فيوليتا ويجبراني أنا على تنفيذ طلباتها. يا إلهي، هذا ليس جيدا أبدا يا إما. ربما أنت تغانين منها وتبالغين في كلامك. وأنت أيضا تبالغ يا بن. لا، أنا فقط أريد أن أقول رأيي لا أكثر. بن، احتفظ برأيك لنفسك، وأنت لا تساعدني أبدا على الإطلاق. هنا ليس سيئاً أبداً. توقعت أسوأ من هذا. تفضلا، لأننا سنضطر لقضاء بعض الوقت في هذه المدرسة. مرحباً يا رفاق. اهدأ يا بن، لا تقم بإحراجنا. مع التحاق. هل يتحدث معنا؟ لا أعلم، لا أريد التحدث مع الفقراء، هذا مقرف. وأنا أيضاً. إن هذا متوقع، لم يقوموا بالترحيب بنا. أخبرتكما أنها لا تطاق، وأتت أيضاً مع أصدقائها الأغنياء. هذا سيء جداً، ما الذي يحصل؟ هذا سيء. غنية وجميلة تماماً كفتاة أحلامي. ما بك يا بن؟ يبدو أن تايلر حبيبها بالفعل. لا بأس، سوف يذهب وأخذ مكانه. يبدو أننا خسرنا. بن، هل تسمعنا؟ هل أنت هنا؟ نعم، أنا أسمعك جيداً. هيا لنذهب، سيبدأ الدرس ويجب أن نحضر قليلاً قبل دخول الدرس. هيا لنذهب. نعم، هيا لنذهب. إذن يا رفاق، نلتقي اليوم في النادي الليلي. نعم، لكن لا تتأخرا مثل المرة السابقة. كفاكي، لا يجب أن تذكرينا دائماً. يا رفاق، هل يمكنني الذهاب معكم؟ أيها الفتى، لن يسمحوا لك بسبب ملابسك. وما بها؟ حتى لو لن يسمحوا لك، اجلس واكتب فروضك ولا تتنصت إلى أحاديث الكبار مجدداً. حسناً، إذن لقد كانت البداية فقط. إذن هل طردوك أيها الخروف الغني؟ تستحق هذا. لا تتنمران علي هكذا، سيعودان إلي وبسرعة أيضاً. نعم، احلم. حبيبتي، ماذا هناك؟ حسناً، لقد قمت بتوضيب جميع ملابسها. حبيبتي، أليس هذا قاسياً قليلاً؟ لا، لتعلم مكانتها، في الفترة الأخيرة أصبحت مشاغبة جداً. معك حق، لقد أصبحت متمردة في الفترة الأخيرة. والآن نحن بحاجة إلى مال فيوليتا، يجب أن نفعل كل شيء حتى إيما لا تستفزها. حسناً حبيبتي، أنت محقة. حسناً، إذن سوف أترك حقيبتها بالخارج، ما رأيك؟ نعم، هكذا لا تصرخ أو تبكي، كم أنت ذكية، أنا فخور بك جداً يا عزيزتي. عندما يكون الحديث عن المال يمكنني أن أفكر بأي شيء. وأيضاً دعني أريك هذا. لا أشك بك أبداً. وما هذا يا عزيزتي؟ رسالة قصيرة لإيما كي تفهم كل شيء. حسناً، إذن إلى العمل لنذهب. دعنا نذهب. سنكتب الواجبات المدرسية في غرفة المعيشة، هل تمانعين؟ لا يهمني أين سنكتبها، ما المشكلة في هذا؟ رائع، لديك منزل رائع للغاية. شكراً لك. ما هذا؟ ماذا هناك؟ ما الذي حصل؟ غريب، الباب مقفل، والدي يجب أن يكونوا بالمنزل. إن هذا غريب حقاً. هاي، أنتما قفلتما الباب، لا يمكنني الدخول أيها الوالدين. ما هذا الذي هنا؟ لم أنتبه، ربما هذه قمامة. قمامة موضوعة بحقيبة؟ لا أعلم. يوجد رسالة. ماذا يوجد بها يا إما؟ ماذا؟ أتتخيلين؟ والداي كتبا لي أن أفكر بتصرفاتي ثم أعود مجدداً. ماذا تقصدين؟ يبدو أنهما طردوني من المنزل صوفي. يا إلهي، كل هذا بسبب أختي الثرية، لكن لا بأس، ستندمون لاحقاً. أتسمعون هذا؟ هيا دعينا نذهب إلى منزلي، لن أتركك هنا، لا يوجد لدينا خيار آخر. ووالديك لن يمانعان هذا؟ لا أحد سيعلم بهذا يا إما، لا تقلقي لأنه لا يوجد أحد بالمنزل. شكرا لك يا صديقتي، ماذا كنت سأفعل من دونك؟ هذا يوجد الأصدقاء، هيا لنذهب. لنذهب.
أبي أنا بالمنزل. أخفتنا، ظننا أن إيما قد عادت. نعم أخفتنا كثيرا. ألم تأتي بعد إلى المنزل؟ لقد طردناها من المنزل كي تفكر بتصرفاتها بشكل جيد. حسنا سأنعم بالهدوء الآن. هكذا ظننا. ماذا اشتريتي هناك؟ لا شيء، ملابس من متجري، اليوم لدي سهرة. فهمنا، أنا ووالدك أردنا أن نسألك شيئاً. اسألاني. ربما نحن نستحق النقود، نحن ننفذ كل طلباتك ونقوم بأكثر من ذلك، هل توافقين؟ خذ المال ولا تمنعني نفسكما من شيء. شكراً لك يا ابنتي. أنت أفضل ابنة. أعلم، حسناً أنا يجب أن أذهب لأحضر نفسي. حسناً أحظى بوقت ممتع. يبدو أن كل شيء يسير حسب الخطة. أتمنى أن تبقى أكثر، هكذا سنحصل على المزيد، سنفعل كل ما نريده، سنفعل كل شيء. نعم وسنصبح أثرياء. نعم أثرياء جدا. نعم. يا لها من موسيقى رائعة. وهذا تايلر، حسنا يجب أن أناقشه بخطة. نعم. مرحبا تايلر. تايلر مرحبا. هاي ماذا تريدين ستيلا؟ كنت أسمع بعضا من الموسيقى. أريد التحدث معك، اسمعني حالا. هيا تكلمي لكن لا تزعجيني. في البداية أريد أن أسألك، أتريد أن تكون ثريا مثل فيوليتا؟ أخبرني. بالتأكيد أريد، أظنه سؤال غبي جدا، لماذا سألتني؟ إذا أنا لدي اقتراح لك. أسمعك بانتباه. رائع، نعم هذا جيد. نعم فهمت كل شيء تايلر. نعم فهمت، وأظن أنها فكرة رائعة جدا. إذا نلتقي بها في الحفلة ونأخذ جميع مالها، اتفقنا؟ إلى اللقاء أيتها الجميلة. إلى اللقاء. أنا أعيش في هذا المنزل. هل أنت تمزحين في الشارع؟ نعم، هذا عندما يكون الطقس دافئاً، وعندما يكون بارداً ننتقل إلى سطح المدرسة. هيا لنذهب. أوه يا إلهي، لم أكن أعلم بهذا الأمر حقاً. لنذهب. نعم، ليس الجميع لديهم منزل جميل. نحن أيضاً لسنا أغنياء، لكن العيش في الشارع سيء جداً. سابقاً عائلتك كان لديها عمل خاص، لذلك لديك منزل جميل. نعم، لكن الآن الأحوال ليست جيدة على الإطلاق. كفى، لا تقلقي بشأن هذا، لقد تأقلمت مع هذا الأمر. إنه أمر مستفز، أشخاص مثل فيوليتا لديها كل شيء، وأناس مثلكم أنتم لا شيء لديهم. لا بأس، سيكون لدي منزل وليس واحد فقط، أنا متأكدة من هذا. كم أحب تفاؤلك يا صديقتي. يجب أن تؤمني بأن الأمنيات تتحقق. شكراً على دعوتك لي إلى هنا، شكراً لك حقاً. لا تهتمي، إذن سنكتب الفروض المنزلية لأنه تم إعطاؤنا الكثير منها. هيا علينا أن ننهيها. موافقة، هيا. يا إلهي كم أبدو رائعة اليوم. ابنتي هل أزعجتك؟ لا أمي، أتريدين شيء؟ أردت أن أسألك، هل يمكننا أنا ووالدك أن نأخذ ملابس من متجرك؟ فقد تمت دعوتنا إلى عيد ميلاد. هذه بطاقتي الذهبية، لكن لا تزعجاني، ليس لدي وقت للمشاكل. شكراً حبيبتي، هذا ما أردته بالضبط. حسناً. بالمناسبة تبدين رائعة، يجب أن أذهب. شكراً. يا ترى هل كانا سيركضان ورائي هكذا لو لم يكن لدي مال؟ حسناً يجب أن أذهب، تأخرت على الحفلة. مرحباً فيوليتا، أنا بين وأنا معجب بك كثيراً. لا لا سيء سيء، مرحباً أيتها الجميلة، لنخرج معاً؟ أسوأ بكثير، يجب أن أفكر بشيء أفضل من هذا. لقد تأخرت كثيراً. مرحباً فيوليتا، أنا بين. ماذا تريد؟ أردت أن أسألك، هل لديك خطط لهذا المساء؟ حتى لو لم يكن لدي لن أخرج معك أبداً، اذهب من هنا. أنا واثق أنها ستكون لي هذه الفتاة، لكن يجب علي أن أشهد أكثر حتى أصل إليها. هل تتذكر جيداً تايلر؟ نعم، لا تذكريني دوماً يا ستيلا. حسناً، لأن كل الأمل بك أن تفقد. مرحباً، هل اشتقتم إلي؟
بالتأكيد صديقتي. حبيبتي سئمنا من الانتظار. ظننت هذا. سيكون علي أن أذهب لقضاء عملي وبعدها سأكون معكما لنحتفل سويا اليوم. بالتأكيد لا مشكلة، والآن نحن نحتفل. حسنا. إنني لست بخير. تايلر حبيبي ما بك؟ رأسي يؤلمني جدا. دعيني أحمل حقيبتك فيوليتا. خذي. سأتقيأ. حبيبي أنا ذاهبة لأجلب لك الماء، ربما تسممت. لا أعلم. سأغلقه الآن. هل نجحت؟ نعم هكذا أفضل. الآن سأخذ منها كل شيء وسيكون لي. تفضل الماء. أنا لا أرى شيئا. تايلر ستيلا بسرعة استدعي الإسعاف. على الفور. ألو إسعاف؟ تايلر تعالوا بسرعة. تايلر أخبريني أيتها الطبيبة ماذا حدث؟ لا تصمتي تحدثي. إنه بخير لا تقلقوا. إذن لماذا فقد الوعي؟ ليس معروفا لماذا، لكن ربما إجهاد حاد ولا شيء خطير، عليكم ألا تقلقوا. جيد. رأسي. من الجيد أنك استيقظ، يجب أن أذهب الآن. ارتعبت كثيرا. نحن أيضا تايلر جدا. لم نكن نعلم ماذا نفعل. بالضبط، كان يجب أن أتحدث مع الشركاء. هذا غريب، الهاتف مغلق. يبدو أن البطارية فرغت، يحصل هذا؟ لا أعلم، لم يحصل هذا سابقا. حصل معي وأكثر من مرة. حسنا سأحل هذا لاحقا، المهم أنك بخير. هذا صحيح. لا يوجد زبائن اليوم، هذا غريب، حقا هذا غريب. حسنا تفضل حبيبي. المكان هنا رائع. أنت محق، ابنتنا ثرية حقا، وهذا رائع. أهلا بكم في متجرنا، هل أساعدكم بشيء؟ أخبروني فقط. شكرا لك. شكرا على الاهتمام. العفو، أخبروني إن احتجتم شيء. حبيبي اختر أي شيء تراه مناسبا. لكن هنا المكان باهظ الثمن. أنا لدي البطاقة الذهبية من ابنتنا، لا يوجد شيء باهظ الثمن، يمكنك أن تشتري ما تريده، لا تقلق بشأن المال. كم هذا رائع، لن نحرم أنفسنا من شيء كهذا. أنت محق، من الجيد أننا ربينا فتاة ذكية. نعم نعم. هل اخترت ما شيء؟ أما بالنسبة لي فأحببت هذا. أما أنا أريد كل هذا. حسناً الآن المبلغ 10,000 دولار، هل ستدفعون نقدي أم بالبطاقة؟ بالبطاقة بالطبع. حسناً ضعيها هنا. ما هذا الصوت المزعج؟ آسفة لكن الدفع لم ينجح. أنا آسفة. حبيبتي أهناك خطب ما؟ لا لكن هذا الجهاز لا يعمل، هذا مستحيل، دعني أجرب مجدداً. بالتأكيد هيا. آسفة لكن ليس لديكم مال كافي لكي تأخذا كل هذا، لهذا لم ينجح الدفع. أتعلمين مع من تتكلمين الآن؟ لا ليست لدي هذه المعلومات. حبيبتي لا تغضبي رجاءً، لا تغضبي. يجب عليها أن تعلم إنه متجر ابنتنا، أفهمتي؟ أفهمتي هذا؟ سعيدة من أجلكما لكن لا يمكنني أن أعطيكما هذه الملابس مهما كانت صفتكما. سوف تندمين، كم أنت وقحة. سنذهب الآن ونخبر فيوليتا بالذي حصل معنا هنا، هيا اذهب. نعم لم يشتروا شيئا وعكروا مزاجي أيضا، هذا سيء، سيء جدا. يجب أن أتذكر هذا وهذا أيضا. مرحبا يا بين. مرحبا إما، أنا منشغل قليلا ألا ترين؟ كتاب لتتعلم كيف تعجب بكافة. نعم سأقرأ القسم النظري وبعد ذلك سأنتقل إلى القسم العملي. بين لا تقلق ولا تقرأ هذه الكتب، تصرف مثل ما يقول لك قلبك، اسمع مني أنا أعلم. نعم ولكن لم ينجح معي هذا الشيء. لم ينجح لأنك اخترت فيوليتا وهي ليست كما كانت سابقا صدقني. وكيف كانت تبدو؟ لدي فضول أن أعرف هذا الشيء حقا. كانت تحب الأزهار والحلويات وكانت طفلة عادية، بعدها أصبح لديها مال وتغير كل شيء فجأة. حقا؟ هذا محزن،
نعم، الآن أنا لا أعرفها أبداً ولست مرتاحة لوجودها أبداً. ربما يجب علي أن أذهب وأتحدث معها أيضاً. جرب، لكن لا أظن أنك ستنجح. شكراً لك يا صديقتي. العفو، أنا لم أفعل أي شيء. لا يا إما، بل أنت فعلت أكثر مما تعتقدين. أيها الوالدين، أنا بالمنزل. تفضلي بالدخول يا ابنتي. نحن نريد أن نتحدث معك. أنا أسمع، ماذا حدث؟ ألا تريدين أن تشرحي لنا شيئاً؟ لا تتحدثاني معي بالألغاز، هذا يستفزني. نحن لم نستطيع أن ندفع ثمن الملابس في متجرك. لماذا؟ لأنهم أخبرونا أنه لا يوجد مال كاف في البطاقة. هذا مستحيل أمي، أنا لا أصدق. أعطني هذا الهاتف. خذي هذا الهاتف. الآن سأحاول أن أحل هذه المشكلة. ألو؟ أنا لم أفهم عليها شيء. أنا أيضاً حبيبي، لكننا سنأمل بالأفضل. لا، لا يمكنكم أن تفعلوا هذا، هذا كله لي. أنا أعدكم أنكم ستدفعون الثمن جميعاً. ماذا هناك يا ابنتي؟ خسرت كل شيء لأنني لم أذهب إلى الاجتماع، لأن تايلر تعب فجأة وتم بيع متجري لشخص غريب بسعر قليل جداً بدون إخباري وأخذ موافقتي. ابنتي لا تغضبي هكذا. لقد خاب أملنا بك فيوليتا. كنتم بحاجة لي فقط من أجل المال؟ ليس فقط المال عزيزتي. الآن سيكون لدينا مشاكل كبيرة وسنضطر لبيع هذا المنزل حتى. ستساندني أنت أبي؟ أنا آسف يا فيوليتا، لكن يجب علي أن أذهب ولا أستطيع أن أترك أمك لوحدها. اذهبا، لم تكونا هكذا سابقا. سأتنزه قليلا، هنا لا يوجد هواء وأنا غاضبة. لقنا هذا. الآن كل أعمال فيوليتا لنا، أنت ذكية ستيلا. كنت أنتظر هذا طويلا وأنا سعيدة لأنني نجحت في فعلها. حبيبتي أنت الأفضل دائما. أعلم حبيبي، بالتأكيد أنا الأفضل. مرحبا يا رفاق، يبدو أنني فقدت عملي. تايلر هيا نذهب. ليس لدينا عمل مع هذه الفقيرة. عن ماذا تتكلمان الآن؟ أنه كل شيء كان لك أصبح لنا. ماذا تقصدان؟ لم يكن عليك التعامل هكذا مع الأمر، أنت أضعتي ونحن وجدنا، ليس صحيحا؟ أنتما وراء كل هذا؟ بالتأكيد، من يمكنه أن يفكر بخطة عبقرية كهذه غيرك؟ أنا موافق. سأريك الآن. اهدئي فيوليتا، لن تعيدي شيئا. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا حمقاء. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ الجميع خذلني، لا أستطيع التحمل أكثر. فيوليتا؟ نعم، إنها هي. أقرب الناس تخلوا عني، لا أحد يريدني. أنا أريدك. وإن علمت أنه ليس لدي مال، ماذا ستفعل؟ هل ستهرب أيضاً؟ أنا واثقة من هذا. لا، بسبب هذا أنا لن أتخلى عنك أبداً، فأنا أحببت روحك وليس مظهرك الخارجي، تفضلي هذا. هل أنت جاد الآن؟ نعم، لقد قطفت هذه الزهور الجميلة من أجلك، ولكن بالتأكيد ليس لها مقارنة بجمالك. شكراً، أنا ممتنة كثيراً، بالمناسبة المفضلين لك. هكذا يحدث فيوليتا، أنت لا يجب أن تتوقفي، إن فشلت المرة الأولى ستنجحين المرة الثانية، أنا واثق من هذا الشيء، يمكنك أن تفعليها. أتعلم ماذا؟ أنت محق، ألا تعلم أين إما؟ بلى أعلم. إذن حان الوقت لأخذها إلى المنزل، لدي خطة. وما هي الخطة؟ في الطريق سأخبرك. وهكذا حدث كل شيء. أوه رائع، لا أصدق أن هذا يمكن أن يحصل. أنا أيضاً، لكن هذا يحصل. مرحباً أختي. مرحباً يا فتيات. حقاً؟ هل الإمبراطورة تنازلت من أجل العبيد؟ كفى، لقد أتيت لمصالحتك. ولكن كنت تتنمرين علي وأنا لا يمكنني أن أتنمر. إما اسمعيها فقط. تكلمي. خسرت كل شيء، بالأحرى تمت سرقتي. هذا ليس جيداً. كيف هذا يا فيوليتا؟ تم خداعي وسرقوا مني كل شيء. تستحقين هذا؟ إنها منزعجة منك فيوليتا، لا تهتمي لكلامها. أنا أستحق، آسفة يا رفاق. وأنت أختي، أنا آسفة. لم أنزعج أبداً. وأنا سامحت منذ زمن أيضاً. وأنت يا إما ماذا ستقولين؟ سأفكر، الجروح لا تلتئم بهذه السرعة.
أختي يجب أن نذهب إلى المنزل. سنذهب للمنزل حقاً. هل أنت الآن بحاجة إلي؟ جميعنا بحاجة إليك. سأذهب لكن بشرط واحد. أي شرط؟ يا ترى ما الذي تخطط إليه؟ صوفي ستعيش معنا في غرفة الضيوف. لكن لا يوجد لكن، وإلا سأبقى هنا إلى الأبد. حسناً لنذهب إذن. أهلاً بك في عائلتنا صوفي. شكراً جزيلاً لكم يا رفاق على هذا. أنا أيضاً يمكنني العيش معكم. بين. حسناً أنا أمزح معكم فقط. لا أعلم ماذا سنفعل حتى الآن. لا تقلقي يا حبيبتي، نحن معاً وسنفكر بشيء معاً. أنا أتمنى هذا بصراحة. أنا أشتاق لإيما كثيراً. أخبرتك أنه لم يكن عليك طردها أبداً من هذا البيت. فعلت الكثير من الأخطاء معها، هي لن تسامحني. ليس صحيحاً، لقد سامحتكما بالفعل. أنا أحبكما جداً. إيما ابنتي. ونحن نحبك يا ابنتي. أنا لست لوحدي، تفضلوا يا رفاق. مرحبا يا رفاق. مرحبا. تفضلوا يا رفاق، سنحتسي الشاي سويا. سررنا بلقائكم. شكرا. نحن أيضا. أبي أمي، يجب أن نتحدث قليلا. ونحن نستمع بانتباه. تحدثوا يا أولاد الآن. حسنا، قبل أن تتم سرقتي لقد جمعت $1,000,000 للاحتياط ولم أخبر عنهم أحد. نعم، واضح أنها ابنتنا. نعم، إنها تشبهني. أصمت. ذلك قرر أنه يجب علينا جميعاً أن نؤسس شيئاً مميزاً. أنا أحب صنع الحلويات، ما رأيكم؟ وأنا أنظف جيداً. وأنا لدي مكان مناسب. سنفتتح مقهى لنعمل به جميعاً. من المال الذي جمعته سيكون المقهى ناجح وجميل جداً. هذا رائعاً حقاً. واضح أنك امرأة أعمال حقيقية يا ابنتي. ما رأيكم بهذا المشروع الجميل؟ نحن موافقان. وسنساعدك دائماً، المال دائماً الجميع بحاجته. إذن واحد من أجل الجميع، والجميع من أجل واحد. وبالمستقبل سأخذ متجري من هؤلاء الحمقى، أعدكم بهذا. يا أختي هيا استيقظي. ماذا تفعلين؟ إنه الصباح، نحن يجب أن نذهب إلى المدرسة. هيا أخرجي، أنا لن أذهب إلى أول حصة، لا أريد حضورها، لقد سئمت منك. لقد أردت أن أوقظك فقط لكي تذهبي إلى المدرسة. كم مرة أخبرتك ألا تدخلين إلى غرفتي؟ إن هذا يستفزني كثيرا، فإنها مساحتي الشخصية. استيقظت باكرا وضجرت، لذلك أنا أيقظك. أنا لا يهمني مشاعرك، اذهبي. حسناً، لماذا أنت شريرة معي هكذا؟ أنا لم أفعل لك شيئاً سيئاً كي تعامليني بهذه الطريقة. لقد سئمت من العيش مع هذه الصغيرة كثيرة البكاء، يجب أن أغير شيء. هكذا تقريباً أنا رتبت كل شيء. انظر من يرتب المكان هنا. لم نرك منذ زمن يا مجتهد. ماذا تفعلون هنا؟ أنا لم أفعل لكما أي شيء أبداً. هل تفكر بما أفكر به؟ بالضبط. الآن سوف يحصل شيء سيء. خذ هذا يا مجتهد. أنا لا أفهم لماذا تفعلون هذا بي دائماً. لأننا نستطيع. بالضبط. أنتما مستفزان. الآن يمكننا أن نذهب إلى المدرسة. أنا موافق، لقد عدلنا مزاجنا بإزعاج إن هذا أكيد. أين قد تكون سيوزي؟ لقد سئمت من انتظارها كل يوم. مرحبا صديقتي. وأخيرا أتيت، لما تتأخرين كل يوم؟ أنا لم أكن أريد التواجد في الحصة الأولى، لم أكن في مزاج جيد. لماذا أتيت إذن؟ أختي الصغيرة إيقظتني ولم أستطع النوم بعدها. لقد فهمت. مرحبا يا فتيات، كيف المزاج؟ إنه ليس سيئا. صباح الخير يا طلاب، هيا اجلسوا في مقاعدكم بسرعة. لا. بالمناسبة ربما تستطيعون أن تلغوا الحصص اليوم، لسنا في مزاج جيد لنقوم بالحصص. كفاكم سخرية واجلسوا هيا، لدي إعلان مهم لكم. حسناً، نحن نسمعك. لقد اقتربت حفلة التخرج ونحن لم نقم أي من الفعاليات هذه السنة على الإطلاق، وأنا أقترح أن نقيم مسابقة لملكة المدرسة. إن هذا ممتع جداً ويعجبني هذا. نحن بالفعل نعلم من ملكة المدرسة،
أجا بكل تأكيد إن نعلم. هذه المسابقة سوف تغير مجرى الأمور في المدرسة. بالمناسبة أنا لا أرى بن، لماذا هو ليس في الحصة؟ نحن لم نراه ونحن لسنا مهتمين أساساً إن كان موجوداً أم لا. غريب هذا الأمر، إنه شاب ذو مسؤولية كبيرة. أنا أظن أنه يكون مريضاً. بالتأكيد مريض، هو ضعيف جداً. حسناً، إذن أخبرينا ماذا نفعل الآن؟ نعم، نحن نريد أن نعلم ماذا علينا أن نفعل، لقد تشوقنا. يجب عليكم أن تفعلوا عملاً خيري، مساعدة إنسان محتاج هو طريقكم للفوز. هذا ليس ممتعاً على الإطلاق. نعم، توقعنا شيئاً ممتعاً أكثر من أن نقوم بمساعدة شخص ما. لمن هو ممتع إذن؟ لنا بكل تأكيد. هذا ليس قراركم أيها الأطفال المشاغبون، بل لي. لم يعجبنا على الإطلاق. إنها الصفة الوحيدة التي سوف نركز عليها في هذه المسابقة، لذا أنتم تقررون سوف تشاركون في المسابقة أم لا. يبدو أن المعلمة ستيلا غاضبة اليوم. بالفعل صحيح، أخبرتكم جميع الأخبار، والآن فلنفتح الدفاتر ونسجل موضوع الدرس الذي سوف نأخذه. أولا دعينا نذهب من هنا من فضلك. لن نخبر أحدا أننا خرجنا. كفى كلاما، فلتغلقوا أفواهكم ولنبدأ الدرس على الفور. حسنا، إذن إن عنوان درسنا لليوم هو أنا لا أستطيع، أريد أن أغادر، لقد سئمت من كل شيء هنا ومن الجميع الذين في هذه المدرسة. الغبية، لقد ملل. هاي، لماذا تصرخ أيها الفتى؟ ماذا تريدين أيتها الصغيرة المزعجة؟ لماذا تشتم أيها الفتى؟ كنت في طريقي من هنا، رأيتك تريد المساعدة فأتيت لأقدمها لك، إن كان لا سوف أذهب. سيوزي تكون أختك صحيح؟ نعم أختي، لماذا؟ ماذا بها؟ إذن أنت تريدين أن تقومي بالتنمر علي مثلها؟ لا بالتأكيد، نحن مختلفتان للغاية. ولماذا سأريد هذا؟ أنا آسف، لأن الجميع يتنمرون علي، وقد اعتقدت أنك مثلهم وسوف تتنمرين أيضا. لقد اعتدت على الصراخ، طوال الوقت سيوزي تصرخ علي، لذلك لا بأس. انظر من الذي يجلس هنا، إنه المجتهد بين مع أختي سيوزي الصغيرة. أوه لا، سوف يبدأون الآن. هيا بسرعة اذهبا من هنا، فإن هذا هو مكاننا. ليس مكتوبا لمن هذا المكان، لذلك فهو للجميع. ما الذي تقوله الآن؟ دعونا وشأننا. سيوزي أرجوك قولي لهم شيئا، أنت تكونين أختي. اذهبي وإلا سوف نريك أنت أيضا. يا لروعتك في مثل هذه المواقف سيوزي. أنا أعلم، أنت حقا أخت سيئة. أنا حقا قد سئمت منكم جميعا، لكن لا بأس، أولا وآخرا ستفهمون كل شيء. اذهب من هنا يا فاشل. سوف تندمون على هذا جميعا. بكل تأكيد، لقد أريناهما. أنا موافقة. أجل. يبدو لي أنهم لم يفهموا اقتراحي جيدا، أو لم أشرح بشكل جيد، لكن لا بأس، قريبا سوف أفاجئهم، ربما سيوزي سوف تفهم كل شيء. هذا رائع، تقريبا كل شيء جاهز. أوه، إلى أين سوف تذهبين؟ ليس شأنك يا فتاة، اخرجي من غرفتي في الحال. هذا شأني وأريد أن أعرف إلى أين. لقد قلت لك اخرجي في الحال. أها، أمي قد قالت لي بأنك معاقبة لأنك تزعجيني طوال الوقت. لقد نسيت أن أسألك أيتها الصغيرة، أنا سوف أتحدث مع أمي. اخرجي. دعيني. أوه، سوف نرى كيف سوف تخرجين إذا كان الباب مغلقا من الخارج. هكذا أفضل بكثير. تبقى فقط أن أغير ملابسي وسوف أذهب. هاي ليلى، افتحي، إن رأيتك سوف أريك ماذا سوف أفعل بك. ليلى افتحي. يا رفاق، إن هذه الحفلة حقا رائعة ولا تعوض. أجل، أعشق الحفلات من هذا النوع. نعم، إن المكان رائع للغاية. صوفي، أين سيوزي؟ كان يجب أن تكون معنا في الحفلة. لا أعلم، سوف أتصل بها. هيا افتح الباب أيتها الفتاة الحقيرة الصغيرة. من يتصل بي؟ أو لا، هذه صوفي، إنهم الآن يحتفلون من دوني. مرحبا. مرحبا صديقتي، أين أنت؟ الجميع هنا إلا أنت. أختي قد أغفلت علي الباب من الخارج وأنا لا أستطيع الخروج. أنت لست محظوظة اليوم، هنا الجو رائع والشبان يسألون عنك. احتفلوا واستمتعوا عني، يبدو أنني اليوم لن أستطيع أن أراكم. أوه، للأسف. نعم للأسف. حسنا، إن استطعت وخرجت من الغرفة أنت تعلمين أين سوف تجديننا. نعم، قبلات لك وسوف نتحدث لاحقا. حسنا، اتفقنا، قبلات. ماذا هناك؟ هل هي نائمة؟ لا أبداً، لكن أختها قفلت عليها الباب من الخارج. لقد فهمت، إذن لا بأس، سوف نحتفل اليوم من دونها. يبدو بأنه نعم.
هكذا إذن، قريبا سوف نغلق المكان كله. أوه، لقد وجدتك ليلى. ماذا تفعلين هنا بهذا الوقت المتأخر؟ أنا لقد أردت أن آكل شيئا لذيذا، وأمي قد سمحت لي أن أخرج وأشتري من المقهى. حسنا، هيا اختاري ما الذي تريدينه من هنا. هذا النوع، إنه المفضل لدي. حسنا، خذي، ثمنها 20 دولارا. الآن؟ لا. ماذا حصل؟ لماذا تبكين؟ يبدو أنني عندما كنت أجري لأصل إلى المقهى أضعت المال الذي كان معي. ماذا يمكنني أن أفعل معك الآن؟ لا أعلم. حسناً، عذراً لأنني قد أزعجتك في هذا الوقت، سأذهب. قفي ليلى. ماذا؟ ماذا هنا؟ خذي هذه لك. لا، لا أريد، ليس لدي المال لأدفع لك ثمنها. هذه على حساب المحل، لم تركضي لتصلي إلى هنا عن عبث. شكراً، في المرة القادمة عندما أمي تعطيني مالاً من أجل مصروفي سوف أرجع لكي أكل كل شيء. لا بأس بهذا، لا تقلقي بخصوص هذا. حسناً، أنا سوف أذهب. قفي، سوف أوصلك إلى المنزل. لا داعي، إنه ليس بعيداً، سوف أركض سريعاً وسوف أصل إلى المنزل. أنت ما زلت صغيرة كي تذهبي للمنزل لوحدك في هذا الوقت. حسناً، شكراً لك بين. العفو، هيا لنذهب. لنذهب. كم أحب الحفلات الراقصة. نعم، يجب أن نحتفل دائما. لكنني الآن حقا أنا أفتقد سيوزي، أتمنى في المرة القادمة أن تحتفل معنا. ونحن نتمنى أيضا. مرحبا جميعا. هذه الفتاة رائعة. من هذه الجميلة التي دخلت إلى الحفلة؟ أنا لا أعلم من تكون. نحن يجب أن نذهب لكي نتعرف على الفتاة. نعم، لا يجب أن نفوتها. هاي، ماذا بكما وماذا عن سيوزي أيضا؟ إنها ليست هنا في الوقت الحالي، ولن نخبرها أي شيء حصل. مرحبا يا شبان. مرحبا أيتها الجميلة. لا أبدا، أنا لن أسمح لهذه الجميلة أن تسلب منا أصدقائنا المقربين. يجب علي على الفور أن أقوم بإخبار سيوزي. ماذا هناك مجددا؟ مرحبا سيوزي، أنت يستحيل أن تتخيلي ما الذي تراه عيني الآن. ماذا؟ أخبريني بسرعة. كيفن وتايلر يتعرفان على فتاة جميلة ويرقصان معها. كيف الحال؟ ليس سيئا، وحالكما؟ نحن بخير. ماذا؟ ماذا تعني؟ هل أنت جادة؟ يجب عليك أن تأتي بالسرعة القصوى وإلا نحن سوف نخسرهم. أنا سوف أفكر في شيء الآن. حسنا، أنا بانتظارك صديقتي، لنرى كيف سوف تتصرفان أيها الخائنان عندما تأتي سيوزي. ماذا سأفعل الآن؟ أنا لا يمكنني أن أبقى جالسة، يبدو أنه يجب علي أن أخرج من النافذة. أنا لن أتأخر، أتمنى أن أمي لن تنتبه لي. كيف سوف أنتظرها؟ ربما هي لن تأتي أبداً. أنا قد خرجت للتو، أين هم يا صوفي؟ أنت قد تأخرت كثيراً سيوزي. أنا قد ركضت ولم ألحق بهم. هم فقط منذ عدة دقائق قد خرجوا. سيء، وماذا سوف نفعل الآن؟ لنذهب إلى المنزل ونحن غداً سوف نرى ماذا سوف نفعل. لما خاطرت ركضت إلى هنا إذن؟ من كان يعلم أنهم سوف يأخذون الفتاة ويغادرون قبل أن تأتي؟ حسناً، لنذهب. هل الفتيات متحمسات للتعرف على الفتاة الجديدة؟ صباح الخير. مرحباً أنسة ستيلا. مرحباً يا فتيات، كيف مزاجكن الآن؟ جيد جداً، شكراً لك على سؤالك عنا. وأنت كيف؟ أيضاً لا بأس، يبدو بأنهن لم يتعرف. أنا حقاً أريد أن أرى كيف أزيحت ملكة المدرسة من منصبها هذا. صباح الخير. مرحباً للجميع. إنها الفتاة الجديدة التي أخبرتني عنها في الحفلة؟ بالضبط. صباح الخير بريتني، عرفي نفسك إلى الفتيات، الآن ستدرسين هنا، أهلا بك في هذا الصف. رائع بأنك سوف تدرسين معنا. أنا موافق. أجل لا بأس، كان يمكن أن يكون أسوأ. هل سمعت هذا؟ هذه الغبية الجديدة أتت إلى هذا الصف للتو وجعلتنا نخسر شبابنا هؤلاء. هذا صحيح، مستفزة. هاي أيتها الفتاة الغبية، أنت لن تخطئي. هل هنا تتحدثين معي؟ سيوزي اهدئي، هي قد أتت إلى هنا للتو. نعم، يجب أن تكوني ألطف معها. هل تمزحون معي؟ ألا ترون أحداً غيرها في هذا الصف؟ ألا يزعجكما وجودها هنا؟ نحن أصدقاءكم المقربون وليس هذه الحقيرة ماذا الغريبة. ماذا قلتي؟ هيا كريري. هدوء مع هذا، أنتن فتيات ويجب عليكن أن تتصرفن هنا بما يليق فقط بالفتيات. لكننا لا نقول إلا الحقيقة. يجب عليكن أن تتصرفن بلباقة وهكذا سوف نفهم من هي الفتاة الأفضل بينكن.
حسناً، سوف أشارك. وأنا سوف أساعدك. عن ماذا تتكلم؟ يجب عليكن أن تفعلن عملاً خيرياً قبل التخرج، وعندئذ سوف نقرر من الفائزة. تخافين من الخسارة أيتها الجميلة؟ أخاف أمامك؟ أرجوك لا تضحكيني. لا يعجبني هذا على الإطلاق. هيا كفاك، سوف نرى كيف سوف تكون النهاية ممتعة حقاً. حسناً، والآن الوقت قد بدأ. أنا سوف أفوز، سوف ترين. لا تتسرعي، سوف نتحدث عن هذا في نهاية المسابقة. اصمتي واهدئي صديقتي، لا تهتمي لهذه الحقيرة، انسيها. سوف يكون صعبا لكن سوف أحاول من أجلك. ليس عليك القلق يا بريتني، في الواقع إنها طيبة للغاية. لا يهمني ماذا تكون، المهم الفوز، ولا تهمني الطريقة التي سأستعملها. حسنا، فلنبدأ الدرس الآن. أين هي سيوزي؟ أنا أريد أن أذهب إلى المتجر من أجل شراء دمية جديدة. أنا لا أصدق أن هذه الفتاة الحقيرة سوف تتنافس معي. لا تقلقي يا صديقتي العزيزة، هي ليست منافسة أمامك. أنا أعلم هذا، لكن الشبان يشجعونها وهذا يستفزني للغاية. أوه، أنا أيضاً. سيوزي، وأخيراً قد أتيتي. ماذا تريدين أيتها الصغيرة؟ ألا ترين بأننا نتكلم؟ نعم بالضبط، لكن أنا... هيا اذهبي إلى غرفتك، أمثالك لا يجب أن يسمعوا أحاديث الكبار. لكن أنت قد وعدتني سيوزي أننا اليوم سوف نذهب إلى المتجر. ليس لدي وقت لك يا ليلى، اتركيني. إن والدينا قد تركوا لي مالاً لهذا. المال الآن ليس عائقاً لنا. هي، هذا ليس عدلاً، أعطني إنه لي. دعيني. لا، لقد تركوه لي. لا تزعجيني، أنا بحاجة لهم أكثر. هيا لنذهب يا صوفي، أنا سوف أجدد ملابسك هذه، أليس هذا جيداً؟ بالتأكيد. مثل العادة هم يزعجوني، سوف أذهب إلى بن، هو بالتأكيد سوف يهدئني. يا له من يوم رائع مشمس، أتمنى أن لا يعكر أحد مزاجي هذا اليوم. وهذا هو مقهانا الجميل. تفضلي بريتني. حسناً، لم ينقصني أحد سواهم، إن كان لدي مزاج جيد فإنه يجب أن يزعجني أحد. كرسي يا شباب. أنا آسف، لم أفكر، تفضلي. هكذا أفضل. ماذا يقدمون هنا؟ ماذا تريدين؟ سأدفع لكل شيء. لا، أنا سوف أدفع. صديقاي لا تتشاجرا، سوف أطلب الكثير من الأشياء وسوف تدفعان. يجب علي أن أذهب وأخدمهم حتى لو لم أكن أريد. تماسك بين. أيها النادل، تعال بسرعة، لماذا تأخرت إلى الآن؟ نحن أناس مشغولين، ليس عليك أن تتأخر. هيا تفضلوا، خذوا هذه القائمة، انظروا إليها. أوه، إنه هذا المجتهد. كل شيء نريده والكثير. حسناً. ماذا تعني بالمجتهد؟ أنتم ما تعرفان هذا الشاب من قبل؟ نعم، إنه زميلنا في الصف لكنه لم يحضر اليوم. يبدو لي أنه لدي فكرة للفوز بالمسابقة. أنت ذكية للغاية بريتني. نعم، أنا أعلم. أين الجميع؟ لما لا يأتي أحد إلى محلي؟ أريد زبائن لكي أجني المال. هيا تفضلي يا صديقتي. يا له من متجر رائع وأنيق للغاية. نعم، اختاري الذي تريدينه من المحل وأنا سوف أدفع. حسناً. وأخيرا المال قد أتى لي. يا فتيات، هل أستطيع مساعدتكم بشيء؟ نريد أن ترين فستانا من المجموعة التي أحضرتها أخيرا، لأننا نستحق هذا النوع من الفساتين. هذه المجموعة الأخيرة التي دخلت إلى متجري، لكنها غالية جدا، هل تفهمون هذا؟ بالتأكيد. المال ليس مشكلة أبدا. هذا رائع، إذا هيا اخترنا الفستان الذي تريدينه. حسنا. أنا يعجبني هذا الفستان. أجل، ليس سيئا، لكن أنا يعجبني هذا، انظري إليه. إذا سنأخذه. نعم. أرى أنكما انتهيتما من الاختيار؟ نعم، نحن سوف نأخذ هؤلاء الفساتين. ثمنها 400 دولار. ليست بي مشكلة. هيا يا صديقتي، حاسبي على الفساتين بسرعة وسوف نحتفل. أوه لا، أنا لدي 200 فقط. إذا خذي فستانا واحدا فقط، هذا جميل، أنا متأكد أنه سيليق بكن، إنه يليق مع لون عيونكن. سيوزي، أنت قد قلت أنه لديك مالا لتشتري الاثنين. نعم، ما رأيك أن أشتري لك غدا؟ اليوم سوف أشتري لنفسي أنا. أتعلمين، لا أريد مالك، سأشتريه بنفسي، أنا ذاهبة الآن. صديقتي، إلى أين؟ أنا أبتعد عنك.
بصراحة هذا التصرف لم يكن جيداً إطلاقاً من طرف صديقتك. أنت لا تتدخل، ها هو مالك. إن رأيك لم يطلبه أي أحد. حسناً، يا لها من مجنونة، لكنها قد اشترت فستاناً وهذا جيد جداً. حسناً حسناً، وهكذا أصبح. أوه، إنه صعب جداً. بن، لقد أتيت إليك. أي أيتها الصغيرة، ما بك؟ سيوزي أخذت كل مالي، أمي تركته لي من أجل الدمية. ربما هي بحاجة لهذه النقود. لا، هي قد ذهبت لتشتري ملابس جديدة، ليس شيئا مهما. نعم، ليس جيدا من ناحيتها. لقد تصرفت بشكل سيء. هذا صحيح. ماذا تفعل أنت هنا؟ أكتب تقريرا لبريتني. تقرير؟ ماذا تعني؟ نعم، لها للمسابقة، طلبت ذلك مني بالحسنى. بالتأكيد تطلب منك فعل هذا لأنها لا تعلم كيف تفعل أي شيء. الكبار جميعهم أشرار. لكن أنا لست كذلك. أنت استثنائياً عنهم. حسناً، انتظري قليلاً، سوف أنهي هذا ونذهب إلى المنزل. بكل سرور، لا يوجد شيء لأفعله. لم أتوقع من صديقتي صوفي أن تغضب مني هكذا. هل حزنت لأنني لم أقم بالشراء لها؟ ربما كان يجب علي أن أشتري لها ثم لي أنا. هذا هو ما حصل. هل حقا؟ أنا لا أريد أن أرى هذه الحقيرة أبدا، لكن ماذا أفعل معها؟ لا أريد أن أبدو منزعجة أبدا. ملابسك رائعة أيتها الفتاة، أنا حقا أغار من جمالك. افعلي مثلي وسوف تحصلين على كل شيء تريدينه. هل هذه صوفي؟ أنا لا أصدق عيناي أبدا، يجب أن أكتشف ماذا يحدث هناك بأقصى سرعة. وأنت أيضا لديك زينة رائعة جدا. هل تمزحين معي حقاً يا صوفي؟ لماذا أنت جالسة هنا بجانبها؟ سيوزي، ماذا تريدين مني؟ نحن نتحدث هنا قليلاً. ماذا تعني؟ أنا أفكر طيلة الطريق وحزينة لأنك غاضبة مني، وأنت تتحدثين معها؟ لأنني سئمت ولم أعد مهتمة. هكذا؟ هل تفهمين ما قلتيه للتو أيتها الفتاة؟ ما سمعتي؟ هل سنكرر لك الكلام الذي قلناه؟ لا داعي، لا يجب أن تعيدي، لقد فهمت كل شيء. لنذهب صوفي، لن نجلس بجانب فتاة أنانية. نعم، لنذهب. كيف فعلت هذه الفتاة هذا بي؟ كنت أعتبرها صديقتي المقربة. أنا أحب كثيراً استخدام مستحضرات التجميل الخاصة بأختي الكبيرة، إن هذا ممتعاً للغاية. أتمنى أن لا تراني وإلا سوف تصرخ علي. مرحباً ليلى. أوه سيوزي، لم أسمع كيف قد أتيت، سوف أنظف كل شيء، أنا آسفة. لا بأس، يمكنك اللعب. لحظة، أجيبي من أنت وماذا فعلت بأختي الكبيرة؟ هيا قولي. ليلى، أنا فقط لست بمزاج جيد. أخبريني يا فتاة فأنا أسمعك. هل أنت حقا مهتمة؟ نعم بالتأكيد، فنحن أختان. أنا وصوفي ذهبنا إلى المتجر ولم يكن لدي مالا يكفي لشراء فساتين لي ولها. أخبرتها أنني سوف أشتري لها لاحقا، فقد غضبت وذهبت. وماذا بعد ذلك؟ لاحقا رأيتها تجلس وتتحدث مع تلك التي تدعى بريتني. هذه الفتاة التي تنافسك في المسابقة؟ بالضبط، كانوا يجلسان معا ويضحكون كالأصدقاء المقربين. لا تقلقي يا أختي، لديك دائما أنا، وأنا لن أتركك أبدا. يجب أن تنزعجي مني الآن، لماذا تستمعين إلى مشاكلي الآن؟ لأننا نبقى أختان، ومع أنك تصرخين علي دائماً أنا أحبك جداً. وأنا أحبك أيضاً. لا تقلقي يا أختي، كل هذا الكلام هراء، وأنا سوف أخرج الآن إلى النوم قبل أن تغضب أمي مني. إلى اللقاء يا أختي. إلى اللقاء ليلى، أنا يجب أن أصحح كل هذا الذي حدث. أنا أشعر أنه سيكون يوماً مربحاً. لقد لحقت به. مرحباً مجدداً، أتيت لشراء الفستان الثاني؟ لا، ليس لهذا. لما إذن؟ أريد أن أستبدل هذا الفستان بواحد آخر. لا أعلم، لكن في متجرنا لا يسمح لأحد بالتبديل. لكن أنا حقاً أريد هذه اللعبة بشدة. أنت تريدين أن تقومي باستبدال فستان من المجموعة الأحدث والأجمل بهذه الدمية؟ نعم، ما الخطأ في هذا؟ لا شيء أبداً، لكن المال لن أستطيع إعادته. حسناً، أنا أريد اللعبة فقط. أنت جادة الآن، أليس كذلك؟ نعم، أنا جادة. حسناً، خذي. شكراً جزيلاً لك يا سيد. غريبة، هذا الفستان ثمنه أغلى من اللعبة بعشرة أضعاف. هكذا هدايا في المساء تعجبني للغاية. أوه حسناً، يجب علي أن أنهي الوظيفة لبريتني، لقد أوصلت ليلى ولم أنهي التقرير بعد. حسناً، أين توقفت؟ ما
مرحبا بين، ماذا تفعل هنا؟ لا شيء، أنا فقط أكتب تقريرا. من تساعد؟ سيوزي أليس كذلك؟ أبدا، الجديدة بريتني، هي طلبت منك المساعدة؟ نعم، أو بالأحرى هي أجبرتني، لكن أرجوك لا تخبريها لأنها سوف تطردني من الصف. كلا، أنا لن أخبرها بهذا الأمر. لماذا قد أتيت؟ أتريدين شيئا؟ أنا لقد نسيت، شكرا لك يا بن، أراك لاحقا. العفو، زورينا مجددا أنسة ستيلا. ظننت أن بريتني ليست كالفتيات الباقيات، لكن تبين لي أنها أسوأ منهن بكثير. أتمنى أن هذه اللعبة سوف تعجب ليلى. أختي هيا استيقظي. نعم ستيوزي، ماذا تريدين؟ هذا أنا اشتريته من أجلك. إنها اللعبة التي أريدها، شكرا لك يا أختي. أين قد وجدت مالا لها سيوزي؟ لا يهم، هل تعجبك؟ بالتأكيد، أنا أردتها هي بالذات. كيف عرفت؟ أنا أعرف كل شيء يا صغيرتي، مسرورة جدا لأنها أعجبتك. أنت أفضل أخت على الإطلاق. حسنا، أنا سوف أذهب الآن، نامي وأحبك يا أختي. وأنا أحبك أيضا، جميع الأحلام تتحقق، أنا سعيدة جدا. أين هي؟ يجب أن أعطيها التقرير. ها هو ذا المجتهد، لنذهب إليه هيا. هل فعلت ما قد طلبناه منك؟ نعم فعلت، أنهيتها. هيا لأرى. غير سيء، غير سيء. حسنا أحسنت، اذهب. شكرا. بن، ماذا؟ ابتسم. لماذا فعلتم هكذا؟ أنا قد ساعدتكم. من أجل ألا تسترخي. تايلر هيا بنا، فإن المباراة بدأت. هيا لنذهب. يبدو أن هذا التنمر لن يتغير. بن، ماذا بك؟ لا شيء، لا يهم، أنا ذاهب. أجبني، من فعل هذا بك؟ احذري من؟ كيفن وتايلر. نعم بالتأكيد، هم فقط من يزعجون الضعفاء. أنت قد تغيرت كثيرا سيوزي. الآن فهمت كل شيء، هيا يوجد حديث، تعال معي. حسنا لنذهب. أتمنى أن يأتي زبون واحد قبل إغلاق المتجر، سعادتي سوف تملأ الدنيا كلها. تفضل يا بن. لأول مرة في مثل هذا المتجر. هذا واضح. يا فتاة، أنت تدللين لي اليوم بقدومك. أجل، أنا لقد أتيت كثيرا. بماذا يمكنني أن أساعدك الآن؟ يجب أن أغير لباس هذا الشاب. لباسي؟ هذا لن يكون سهلا أبدا. أعلم هذا، لكن يجب علينا أن نحاول. حسنا، أنا أقترح عليك أن تقيس هذا، إنه جميل. ليس سيئاً، يجب أن تحاول. سيوزي، لكنني لا أجني هذا المال في المقهى لكي أدفعه على اللباس. بشأن هذا لا تقلق، يجب عليك أن تذهب إلى الحفلة بلباس جميل غير المعتاد. بكل صراحة، أنا لم أفكر بالذهاب إلى هناك. ومن سوف يشجعني أيها الغبي؟ قل. حسناً، سوف أحاول. إذن اذهب وغير ملابسك. حسناً. تفضل. شكراً. أنا أتمنى أن يليق به هذا اللباس. بكل تأكيد، لكن بصراحة أنا لم أتوقع منك هذا. أنا لم أتوقع مني هذا أيضاً، في الفترة الأخيرة لا أعرف نفسي. لكن كل هذا التغيير يكون إيجابياً. أنا أتمنى هذا حقاً. ما الأمر يا شاب؟ هل أنت مستعد؟ نعم. كيف أبدو؟ يا إلهي، أنت رائع حقاً يا بن. كفاكما، لا تمزحا. هي محقة، فالملابس كفيلة بأن تغير البشر. ما التكلفة؟ $400. إذن هيا خذ. شكرا، بالتوفيق لكما. إن هذا حقا باهظ الثمن سيوزي، لم يكن عليك أن. اصمت واستمتع بهم. إلى اللقاء. وداعا وداعا، إن الفقراء حقا مضحكون للغاية، لكنني مستفيد. يا إلهي كم تعبت اليوم. أنا يجب علي أن أخذ حقيبتي. كلا، أنا آسفة. آنسة ستيلا، ماذا تفعلين هنا؟ يجب عليك أن تكوني في المسابقة. أجل، سأنهي بعض الأعمال وآتي حالا. لا بأس بها، يجب أن نذهب، هيا سوف أساعدك.
هل أنت واثقة؟ أنت ملابسك رائعة للغاية، ليست من أجل تنظيف الأرض يا ابنتي. وأنت أيضاً ملابسك مرتبة للغاية، لكن هذا لا يزعجك أبداً وتنظفين الأرض. إن هذا حقاً مفاجئ. لي أيضاً، لكن اتضح أن فعل الخير عمل رائع للغاية. أين الجميع؟ تعبت من الانتظار. موافق، لو يسرعوا بالنتائج ويقولون أنك فزتي وننتهي من هذا. يا ترى ماذا ستفعل سيوزي؟ هي لم يبقى لها أي أحد أبدا. أنا لا يهمني أبدا، المهم هو الفوز. مرحبا بكم، آسفة على التأخير. لا بأس، هيا بنا لننتقل إلى العمل بسرعة. لدينا خطط كثيرة لنقوم بها. نحن سوف نبدأ، لكن بعد أن ينضم الآخرون عندها فقط يمكننا البدء. الآخرون؟ عن ماذا تتكلم؟ أنا أيضاً لست أفهم، فالجميع عدا سيوزي هنا. كيف الحال؟ أنا أحب هكذا مسابقات. من هذا الشاب الوسيم الواقف بجانب سيوزي؟ لا أعلم، لكنه يذكرني بأحد ما. بن، إن مظهرك رائع حقاً. شكراً، أنا أحاول. بن؟ هل نحن سمعنا جيداً؟ نعم، لقد سمعتم جيداً. أنت تبدو رائعاً يا أخي. الآن أنت قد أصبحت لا تشبه المجتهد أبداً. هيا تعال إلى هنا، لماذا أنت تقف معه؟ لا أبداً، أنا سوف أشجع سيوزي. وأنا أيضاً، أنا ممتنة لكما. لا بأس، كان يجب أن تختار الملكة. لاحقاً نحن لن نسأل، وإن لم تأتي معنا لن نعطي فرصة. بالضبط. حسناً، إن كان الجميع في مكانه سوف نبدأ الآن. أنا قلقة جداً. مهما حصل، أنت بالتأكيد سوف تبقين لي الأفضل. ولي أيضاً. شكراً لكما يا أصدقاء. في الحقيقة أنا حتى آخر لحظة لم أستطع اختيار الفائز، لكن في آخر لحظة توضح لي كل شيء أخيراً. أدخلي في صلب الموضوع هيا. الآن في مسابقة ملكة المدرسة، من تتوقعون بأن تفوز؟ بالتأكيد أنت. ليس لدينا شك أبداً. نعم نعم، سوف تكونين أنت سيوزي. بكل تأكيد الفائزة هي سيوزي. هي تفوز، ألم تخطئي؟ كلا، هي بالفعل قد تغيرت كلياً، وأنت أردت أن تخدعيني فقط. أنت قلت لها يا بن؟ سوف نريك. يبدو أنهم لم يفهموا أي شيء من المسابقة على الإطلاق. يبدو أنكم لم تفهموا ماذا قلت، وهذا يوضح لي أنني قررت القرار الصحيح بكل تأكيد حول الفائزة. بالمختصر أنا سوف أرحل من هذه المسابقة المملة، رفاقي ورائي. فلنذهب. وداعا أيها الفاشلون، سنلتقي مجددا. سيوزي، هيا فلتقتربي مني وخذي جائزتك. شكراً آنسة ستيلا، لقد غيرت وجهة نظري للعالم كلياً. أنا فخورة جداً بها. وأنا. هذا لك الآن أيتها الفائزة. أنا ممتنة للغاية. العفو، حسناً، احتفلوا يا رفاق وأنا سوف أذهب. اسمع سيوزي، هل يمكنني أن أسأل عن شيء؟ نعم، اسأل. يجب أن أذهب أنا أيضاً. هل سوف تخرجين معي؟ أنا معك؟ أنا آسف إن أزعجتك، لقد ظننت فقط أنك معجبة بي ليس إلا. نعم ظننت صحيحاً، أنت حقاً إنسان رائع من الداخل، وأنا لم أكن ألاحظ هذا. أنا ممتن كثيراً. والآن أنت رائع من الداخل والخارج. مثلك تماماً يا سيوزي. أنا سوف أخرج معك بكل سرور إذن. والآن هل يمكنني أن أقوم بدعوة حبيبتي للرقص؟ بالتأكيد يمكنك. فيوليتا، سيوزي، استيقظنا هيا. ما ابتعدي عني. سيوزي، دعيني أنام. لكننا تأخرنا على المدرسة. نحن لن نذهب اليوم إلى أي مكان. سوف نذهب. إما دعينا. سيوزي، سننام. يوي، سأذهب أنا. مرحبا يا رفاق. مرحبا صديقتي. إيما، إنني قد أحضرت شيئا من أجلك. حسنا يا رفاق، سوف أنقلكما إلى صف أصغر. هذا ليس عدلا، بسبب مزحة واحدة تنقلين إلى صف الصغار. مزحة واحدة؟ Back in my bag, yo.
conscious. كل هذا مزحة واحدة؟ لكنه كان ممتعا. أليس كذلك؟ حسنا، لا تقولا ولا كلمة. هيا تعرف على زملائكما الجدد في الصف. ماذا تعني بكلمة زملاء؟ هذا سيء. إما هيا انظري، إنه حقا شاب وسيم، ليس من ذوقي. حسناً، إذن أنا الفتاة الأساسية في هذا الصف وسوف تسمعون كلامي أنا فقط. أنت تحلمين، نحن يستحيل أن نستمع إلى الأطفال. أطفال؟ من قد نعتنا بالأطفال؟ أنت. اهدأ يا سام، لماذا تقوم بالدفاع عنها؟ فكر يا سام، إن وشت بنا إلى المعلمة كيت سوف تقوم بطردنا. أجل. حسناً يا أطفال، أنتم لا تزعجوننا ونحن لن نزعجكم، اتفقنا؟ اتفقنا. إن هذا رائع. هكذا إذن. صوفي، هل بالفعل قد أعجبك هذا الشاب الذي قد أتى؟ لكنه وسيم جداً. إيما، قولي شيئاً لهذه الفتاة. إيما. نعم، أنت محق. كيف قد وقعت في حب هذا الشاب منذ النظرة الأولى؟ إما هيا استيقظي، لا يناسبك. يا أختاه، هل نحن قد توهمنا أم أنك قد قلت أنك وقعت في حب أحد ما؟ هيا فتيات، تنصت على الآخرين ليس مسموح. لنا مسموح، لدينا فضول بأن نعرف من هو ذلك الشاب. إنه لا أحد. كفاك، هيا أخبرينا. لأول مرة تقولين أنه قد أعجبك شابا وأنت لا تريدين أن تخبرين عنه؟ لا يوجد شيئاً على الإطلاق. أي، من قد أتى؟ ربما إنهم الشبان أتوا. الشبان؟ نعم، طالما أن والدينا في رحلة عمل يمكننا القيام بالاحتفال قليلاً. ولا نذهب إلى المدرسة. لاحقاً المعلمة سوف تخبر أمي بهذا الشيء وسوف تعاقبهما. مرحباً. مرحباً. تعرفوا إليها، إن هذه تكون أختنا الصغيرة إيما. أنتم مرحباً. مرحباً. هاي إيما، تعرفي، هؤلاء أحباءنا إيتان وسام. حسناً، نحن سوف نذهب إلى المدرسة. نتأخر. هذا سيء، لقد تورط، وقعت في حب شاب لأول مرة وهو يكون حبيب أختي الكبيرة. أتمنى بأنها اليوم سوف تلاحظني. مرحباً بيب، رائع، شكراً. صوفي، أعيديها، إنها ليست لك. لا تبخل يا هذا. أنا معجب بك، لقد فهم، أنت تتأمل وتحاول من أجل الحصول على قلبها. وماذا؟ الأمل لا ينتهي أبداً. مرحباً، أما الذي في يدك؟ إيما، أنا قد أردت أن أهديك شيئاً ما. ما الذي يحصل هنا؟ لا أعلم، لكن الأصوات تأتي من الملعب. حسناً، هيا لنرى. انتظري، وكيف الشوكولا؟ يا لسوء الحظ. يا رفاق، ماذا تفعلون؟ ماذا تريدين يا أختي؟ هل تريدين اللعب معنا؟ لا أريد. إيتان، سام، ستطردان إن أحد لاحظكما. لن يلاحظ أي أحد. بالفعل، هيا انضمي لنا. لا، هذا يكفي. إيما، هيا لنستمتع. هيا، أنا أتيت. إيما، بالتأكيد لن تفعليها. أتعلم؟ أنا سوف أفعلها. أنا أريد أن أري هذا الشاب. إيما. هذا سيء، إن لاحظت المعلمة الجميع سوف يعاقب بالتأكيد. لا أدري ماذا تفكر إيما. أنا لا أفهم شيئاً. ماذا يحصل هنا؟
ما بكم؟ هل أنتم مجانين؟ المعلمة كيت، نحن فقط قررنا أن نستمتع. كيلتا، سيوزي، أتريدان أن أنقلكما إلى صف أصغر أيضا؟ لا. حسناً، أنا أتفهم أن الشبان يمكن أن يفعلوا هذا، لكن أنت إما، أنت عرفت المدرسة كلها تقريباً كرئيسة، كيف تفعلينها؟ أنا آسفة آنسة كيت. بسرعة، كلكم إلى مكتبي، هيا، وأنت أيضاً يا صوفي. لقد أخبرتكم. أوه، لا بأس. رفاق، هيا لنذهب ونحتسي بعضاً من الكوكتيل. أنت وإيتن اذهبا، وأنا وسام سوف نلحقكما. حسناً، هيا يا إيتن. يا فتيات، أنتما قد تجاوزتما كل الحدود. آنسة كيت، آسفتان، نحن من دون قصد. لن نكررها مجدداً، أرجوك سامحينا. أنا لا أفهم، هل وقعتما في الحب؟ عندما انتقل هذان الشابان إلى صفكما كأنه تم استبدالكما. نحن لن نقع في الحب. حسناً، إذن أنا الآن سوف أعطيكما وظيفة، أن تنظف الصف. نحن؟ نعم، ستتعلمان كيف تخترقان القوانين، يمكنكما البدء الآن. هذا رائع، والآن علينا أن نقوم بتنظيف الصف. أجل، وبين مختف حتى الآن، يا له من محظوظ كبير. هذا لا يهم. حسناً، هيا لنبدأ، لكن أولاً سنجد الممسحة والمنشفة. لقد رأيتهم في مكان ما. إيتن، لقد تمت دعوتنا إلى حفلة بعد غد، نحن سنذهب. إيتن، إلى حفلة؟ نعم، رائع. ماذا بك يا هذا؟ عن ماذا تفكر دائماً يا إيتن؟ لا شيء، أفكر قليلاً. ألم تتصل بك اليوم أختك إيما؟ لا، ولما يجب أن تتصل بي؟ من أجل أن تخبرك ماذا حصل معها عند المديرة. أتوقع أن الآنسة كيت لم ترحمها على الإطلاق. إيتن، أنا لا أفهم، لماذا أنت مهتم بها هكذا؟ أنا فقط قلق لأنها أختك. أوي، يبدو بأنني قد لطخت قميصي، سأذهب لأنظفه. هيا اذهب. فيوريتا، إلى أين ذهب إيتن؟ إنه قد أوقع على قميصه حلوى، لذلك ذهب لينظفها. فيوريتا، هل أتوهم أم أنك أنت منزعجة؟ لا تفكري، إنها مشاكلي. سيوزي، أريد التحدث مع سام. هيا فلتتحدثا. أريد على انفراد. إذن أنا يجب أن أذهب. صدقيني، هذا مهم للغاية. حسنا. عن ماذا تريدين التحدث؟ بالمختصر، أنا أريدك أن تخرج مع أختي الصغيرة إيما. ماذا؟ سام، إن هذا الأمر مهم للغاية. لدي شعور بأن إيتن قد وقع في حب أختي إيما، وأنا أريده أن يرى أنك تخرج معها وتواعدها ومن ثم ينساها. هل جننتي أنت؟ أولاً، أنا لا أصدق أن إيتن قد وقع في حب هذه الطفلة. ثانياً، ماذا ستفكر سوزي؟ أنا سأنبهها. سام، من فضلك، إن هذا الأمر مهم جداً، هل تريد بأن أقوم بالدفع لك؟ خذ. حسناً، ليس لدي المال على هدية لسوزي. اتفقنا. الآن هي في المدرسة، لذلك يمكنك الذهاب على الفور. ماذا؟ على الفور؟ نعم، اذهب، وأنا سوف أتحدث إلى سيوزي. حسناً. أتمنى أن خطتي سوف تنجح. هذا سيء، أنا لا أستطيع أن أنظف المقاعد بعد الآن، يدي تؤلماني. وأنا أيضاً لدي شعور أنه من 100 سنة لم يقم أحد بتنظيفه. صوفي، أنا أريد أن أعترف لك بشيء وأن أطلب النصيحة. بالتأكيد، هيا أخبريني. حسناً. مرحباً أيتها الجميلات، مرحباً. أوي، لقد قال إني فتاة جميلة. ماذا تريد؟ إيما، أنا أريد أن أتحدث معك على انفراد. صوفي، اذهبي من فضلك. حسناً، إذن فلتنهي أنت التنظيف عني هنا. حسناً. لماذا كل هذا؟ إذن ما كنت أريد أن أقول، أنت جميلة جداً اليوم. سام، كفاك، ماذا تريد؟ أنا فقط أريد أن أتعرف عليك أقرب، هذا فقط. سوف أحاول أن أصدقك، أخبرني الحقيقة. إيما، لقد أعجبت بك منذ البداية. حسناً، لا تريد بالحسنى إذن، فلترقص لي، سأعلم أنك تخبرني الحقيقة، هيا أرني. أرقص لك؟ نعم نعم، ترقص لي وعلى الفور. لكن لا يوجد موسيقى. إن كنت أنت بالفعل معجب بي، لن يكون هذا حاجزاً. حسناً، لك ذلك. يا له من مقطع مضحك للغاية، فورا سيحصل على تعليقات كثيرة. يو يو،
هاي، نحن لم نتفق على أنك ستصورين. أعطيني هذا الجوال. نحن لن نتفق على أي شيء، إذن اذهب هيا. حسناً أيتها الطفلة، لقد سئمت منك. إن شرطي هذا ستكون هذه نهايتك، هل فهمتي هذا؟ حسناً، لقد كرهني هذا الشاب على الفور. لما هذا التهريج؟ أين قد يكون؟ سام، أين كنت؟ كيف أين؟ مع إما. ماذا؟ أنا لم أفهم. فيوليتا لم تخبرك بعد؟ حاولت أن أتقرب منها وهي تجاهلت. تتقرب؟ سام، ما بك؟ هل جننت أنت؟ حسناً سوزي، اهدئي. هيا، هذا ليس ما تفكرين به. نعم، كل الشبان يقولون هذا. يا لك من شاب حقير، لا أريد رؤيتك مجدداً. تباً لفيوليتا، لقد أخبرتني أنها ستتكلم معها. كيف سأتصالح مع سوزي الآن؟ إما! مرحباً بك، لماذا أنت غاضبة؟ هل تنظروا إليها؟ إنها ما زالت تسأل لما تبتعدين عني؟ تعالي إلى هنا. سوزي، ما بك؟ إلى أين تهربين؟ إن سام كان حبيبي وقد خسرته بسببك. أنا حقاً لا أريد سام، هذا هو بنفسه أتى إليه. بالتأكيد لا أصدقك، سام لم يكن ليفعلها بي، إنه يحبني. يا فتيات، ما هذا الصراخ؟ ماذا يحصل هنا؟ فيوليتا، هي تتهمني وتقول أنني أريد الخروج مع حبيبها سام. أليس كذلك؟ بالتأكيد لا. سيوفي، كيف قد فكرت أصلا بهذه الطريقة؟ يا فتيات، ما رأيكم بأن تتوقفوا عن الشجار؟ أنا لا أريد التحدث معها بعد الآن. ياي ياي ياي، وأنا لا أريد أيضا. وبالمناسبة أنا من تجاهلته يا مجنونة. كفاك يا فتاة، لا تقلقي، سوف تتصالحين معها بكل تأكيد. لقد حصل موقفا محرجا مع سيوزي قبل المدرسة، سوف أتحدث إليها. أوي إيتن؟ إما، أنا آسف. لا، أنا هي الآسفة. لا أنظر إلى أين سأذهب. هذا رائع، أنت تقرأين هذه الرواية؟ إنها أيضا روايتي المفضلة. رائع، وروايتي أيضا. رائع، إذن لدينا أمورا مشتركة. بالضبط. أنا لا أفهم، بماذا هم يقومان بالتحدث؟ ما رأيك أن نقوم بالذهاب إلى المقهى؟ نحتسي القليل من الكوكتيل، أظن أن لدينا شيئا لنتحدث به. وسام لن يقوم بالضحك عليك بسبب خروجك مع طفلة؟ هو لن يضحك، خذي. أنا سوف أفكر في الحالتين، شكرا على الدعوة. إلى اللقاء. انظروا لهما، لقد اتفقا على احتساء الكوكتيل الآن. لا يا أختا، أنا بالتأكيد لن أدعك تأخذين حبيبي مني. يجب أن أفكر بشيء. يا لها من قوة اليوم، سأفعلها 10 مرات أيضاً وسأحقق مخططي. أوه يا إلهي، أنا آسف على التأخير. هل كل هذا تأخير؟ أنا كنت سأنتهي من التمرين بعد قليل. كان لدي أعمال هامة. ما هي؟ فيوليتا كانت تختار فستاناً جديداً. نصف ساعة مجدداً؟ لا، شيء آخر. هيا أخبرني. كل شيء صعب، لا أعلم من أين أبدأ. لست مستعجلاً، أخبرني هيا. بالمختصر، إما قد أعجبتني وقد دعوتها إلى المقهى اليوم. لحظة، إما الأخت الصغرى لفيوليتا وسوزي؟ أجل. هذا رائع، إذن فيوليتا كانت محقة بهذا الخصوص. لحظة، توقف، قل لي ماذا تعني كانت محقة؟ لقد لاحظت أنه يوجد شيء بينك وبين إما، وطلبت مني أن أخرج معها كي تقوم بالانشغال عنك أو أنت تنتهي عنها. إذن فكرت بكل شيء مسبقا. هذا سيء. وبسبب هذا لقد تشاجرت مع سوزي، لا أعرف كيف أتصالح معها. لقد اتصلت بها 100 مرة وأرسلت 50 رسالة ولا يوجد أي رد حتى الآن. لا تقلق يا أخي، سوف نفكر في حل. أنا أتمنى أن تنصت إلي. سنعرف إلى أين ستذهب. حسناً، لنكمل التمرين. إذن يبدو بأنه جميل جداً. أنا أتمنى أن إما سوف يعجبها عرضي هذه المرة. بن، مرحبا، ماذا تفعل هنا؟ صوفي، لا يهم، لا يهم. كفاك، ماذا تخبئ هناك؟ يمكنك أن تري صديقتك المفضلة. دعوة إلى موعد غرامي؟ حقا أنت مجددة؟ نعم، لقد قررت أن أكون جريئا. بن، إن هذا كالأولاد، يجب عليك أن تعبر بالكلمة.
لا، لست مستعداً لمثل هذه الخطوات الجادة. حسناً، كما تريد. أتمنى بأنها سوف توافق. أنا أيضاً. أوه، هي سوف تأتي قريباً. يجب علي أن أضع هذا في خزانتها. كل شيء جاهز. توقف بين، هيا أخبرني، ألا تريد رؤية ردة فعلها؟ بالتأكيد لا، سوف تفهم أنا من وضعها. حسناً، لنذهب، هيا بنا. هذا أنت يا بين. لما أنا في الفترة الأخيرة سعيدة هكذا؟ وما هذا؟ يبدو دعوة إلى موعد غرامي، ربما من إيتن. يجب أن أذهب لأحضر نفسي. إن أختنا قد تمادت كثيراً. صحيح يا سيوزي، نحن يجب علينا أن نذكرها بأننا أقارب. أو يا فتيات، لماذا تجلسن هنا؟ نحن بانتظارك. نريد أن نتحدث معك. رأيتك اليوم مع إيتن، ألا تظنين أنه تصرفاً ليس طبيعياً؟ فيوليتا، ما بك؟ ألا يمكنني أن أتحدث مع البشر؟ أتحدث يمكنك، لكن ليس مع إيتن وليس مع سام. هذا رائع، ما رأيكم أن تخبروني مع من أتحدث وكيف؟ من دونكم ربما لن أنجح، ما رأيكم؟ انظري إليها كم غضبت، لم ألاحظ أبداً. إذن أيتها الطفلة، نحن نحذرك لآخر مرة لا تقتربي من شبابنا. فتيات، نحن لم ننزح، رأيناك مرة أخرى معهم، سوف يكون لنا حديث آخر. بالطبع، لا، على الموعد أنا سوف أذهب، وبأفضل مظهر لي. سأحاول لكي أمتلك قلب إيتن. إنه سوف يكون موعداً جميلاً، لقد بذلت جهدي. أتمنى أن يعجب هذا إيما. آسفة، لقد تأخرت قليلاً. بين، ماذا تفعل هنا؟ إيما، مرحباً، لقد جهزت كل شيء في هذا المكان من أجلك. جميل جداً، شكراً لك. هل قد أعجبك حقاً؟ أنا قد اشتريت لك الأزهار أيضاً. يا لهم من جميلين. لقد كنت أشعر بأنهم سوف يعجبونك. ما رأيك بأن نشرب؟ نعم، هيا سنشرب الكوكتيل. أوه يا إلهي، يا لها من رومانسية يا إيتن. فيوليتا، إيتن، كيف وصلتما إلى هنا؟ لقد كنا نتنزه ورأينا هذا المكان الرائع وقررنا أن ندخل هذا كل شيء. وأنتما هنا في موعد؟ إن هذا ليس موعداً. آسفة بين، أنا سأذهب. ماذا تعني يا إيما؟ كيف ليس موعداً؟ إنه موعد، لقد بذلت جهدي. لماذا تصرفت هكذا مع الشاب؟ فيوليتا، لدي عمل ضروري، سوف أذهب، سأتصل بك. هاي، إلى أين؟ نعم، كل شيء ليس كما خططت. نعم، لديه عمل ضروري. أتشربين الكوكتيل؟ لا أريد أن أقوم بسكبه. نعم، حسناً. سام، لا، لماذا أنظر إلى صوره أساساً؟ يجب علي أن أنساه. إن فعل هذا فهذا يعني أنه كان مستعداً ليخسرني. حسناً سيوزي، ماذا هناك؟ أوه لا لا لا، أتمنى أنه لم يلاحظني. سيوزي، أرى أنك في المنزل، هيا افتحي. لقد لاحظني. حسناً سام، لماذا أتيت إلى هنا؟ سوزي، أردت أن أعتذر منك، لم يحصل الشيء الذي تفكرين فيه. بالتأكيد، وأنت من اخترعت كل شيء، أليس كذلك؟ بلا بلا بلا. أنا لا تعجبني إيما، بصدق، ألا تلاحظين أنها تعجب فقط إيتن؟ ماذا؟ ماذا؟ أنت قلت أن إيتن معجب بها؟ لا، لم أقل هكذا، لا تدقق على الكلمات. لقد سمعت بوضوح بأن إيتن معجب بأختي الصغيرة، هذا رائع. لكن لا تخبري أحداً، إذن اتفقنا؟ حسناً، لكن لا أريد أن أراك بجانب فتيات أخريات مرة أخرى. حسناً حسناً، بالمناسبة اشتريت لك هذه الباقة المفضلة لديك. شكراً، حسناً هيا أدخل، لنبقى هكذا نتحدث من على النافذة طوال النهار. يا لك من غبية، كيف اعتقدت أن إيتن قد دعاك إلى موعد غرامي؟ يا لك من غبية. إيما انتظري. إيتن، ماذا تريد؟ هل تريد أن تتنمر؟ أنت تفكرين بي بشكل سلبي، لقد أردت أن أسأل هل كان هذا الموعد من قلبك؟ إيتن، ما هذه الأسئلة؟ لكن أريد أن أعرف الجواب بصدق. لا، أنا لا أحب بين، إنه يحترب مني منذ فترة طويلة وأنا أتظاهر بعدم الانتباه طوال الوقت. الجواب يرضيك؟ بالتأكيد، أنا أعتقد بأنه منزعج، لكن إيتن، ماذا يحصل بيننا؟ أنا لست راشدة، لكن أفهم أنه شيء ما يحصل كلما نلتقي.
لا أعلم كيف أشرح لك، إنني أنجذب إليك كالمغناطيس، وهذا يشرح كل شيء. وأنا أيضا كذلك يا إيتن، لكن لا يمكننا أن نكون معا. لكن لماذا؟ أنت تعلم طبع إخوتي وأنا أعيش معهن في منزل واحد. نعم، لكن يمكننا أن نفعل هذا من دون أن يلاحظ أحد. لا أظن أن هذا سوف ينجح. يمكننا أن نجرب. حسناً، غدا بعد المدرسة سوف نلتقي في المقهى الساعة الرابعة. إلى اللقاء. يا له من مساء جميل. لما أنت سعيدة هكذا؟ لقد رحلت من الموعد منزعجة. أنا لحظة، من أي موعد قد أتيت؟ أريد أن أعرف كل شيء. إن إيما كانت في موعد مع زميلها في الصف، يبدو أنه شاب ظريف للغاية. لا، إنه ليس من ذوقي. لكن أنا أعلم من هو في ذوقك. حسناً، يجب أن أبدل ملابسي وأخلد للنوم، غداً لدي اختبار مهم للغاية. أنتن لن تذهبن كالعادة. لا، أنا سوف أذهب غداً. وبالمناسبة، لقد طلبت من الآنسة كيت أن تقوم بنقلنا لصفك أيضاً. ماذا؟ نعم، الآن سوف ندرس نحن الثلاثة معاً، سيكون ممتعاً. جداً. يبدو أنها لم تفرح. بالتأكيد. أين إيتن؟ ربما حصل له شيء. إيما، بماذا تفكرين منذ الصباح؟ أنا أقلق بشأن الاختبار، إنني أريد درجة كاملة. ليس عليك القلق، بالتأكيد أنت سوف تكتبينها بأعلى درجة. شكرا لك. بالمناسبة، هل يمكننا أن نتحدث عما حصل البارحة؟ نعم، لكن ليس هنا، سوف نتحدث لاحقا، لا تقلق. ما الذي يحصل؟ أختك سوف يدرسن معنا في الصف منذ الآن؟ نعم. حبيبي، ما رأيك أن نذهب للتسوق بعد المدرسة؟ أنا آسف، منشغل اليوم. حسناً، إذن في المرة القادمة. حسناً صديقتي، بعد المدرسة يجب علينا أن نتحدث بشيء مهم للغاية. حسناً. إذن إما، هيا أخبريني، ماذا بينك وبين إيتن؟ مع إيتن؟ لا شيء أبداً. كفاكي، أنا أرى بأنه يوجد شيء ما بينكما، أنتما تنظران إلى بعضكما طوال الوقت. حسناً، نحن يبدو أننا معاً. لحظة، أنا أتذكر أنه كان يخرج مع أختك، أم ليس هذا صحيحاً؟ نعم، إنهما كانا يخرجان، لكن أعتقد أنهما سينفصلان قريباً. وكيف سوف تبقين على تواصل مع أختك؟ أنتن تسكن في نفس المنزل. إنها تكون أختي، ويجب أن تفهمني. يا صديقتي، لقد تورطت حقاً. سوف أفكر في أي شيء. بصدق، إيتن يعجبني وأنا أعجبه، وعندما الاثنان يعجبان ببعضهما يجب أن يكونا معنا، ليس كذلك؟ ما رأيك أنت؟ لكن في الحياة الواقعية ليس كل شيء كما نتمنى. أما أنا فسوف يكون لي هكذا. حسناً، نتحدث لاحقاً. لا يمكنك أن تبني سعادتك على سعادة الآخرين، أتمنى ألا يصيبها هذا. أين قد تكون؟ أتمنى أن لا يلاحظنا أحد. إيتن، لقد أتيت. رائع، لقد طلبت كوكتيل كما وعدتك. رائع، شكراً. اسمع إيتن، لقد أردت أن أسألك، نحن معاً أم لا؟ ماذا تعتقدين أنت؟ أنا قد سألتك أولاً. حسناً، نحن معاً، لا تقلقي. إذن متى سوف تخبر فيوليتا عن علاقتنا؟ أو متى سوف تنفصل عنها؟ لا أعلم، أظن أني سأخبرها اليوم. اتفقنا. إذن إيتن يخرج مع إيما. لا، لن أدع هذا يحدث، سوف ينفصلان. علي أن أخبر فيوليتا بهذا فوراً. لقد وضعت ماسكات رائعة للغاية، بعدها بشرتي سوف تصبح نضيرة جداً. من الممكن أن يكون قد أتى في هذا الوقت؟ فيوليتا، مرحباً. قل لي يا بين، ماذا قد نسيت هنا؟ إيما ليست في المنزل. أنا أعلم أين هي. وأنا أيضاً أعلم، هي الآن مع صوفي. إنها الآن مع إيتن. ماذا؟ لذلك أنا أتيت إلى هنا، هيا يجب أن نتحدث. هيا أخبرني التفاصيل أرجوك. إنني واثق أنه يوجد شيئاً ما بينهما، إنهما يخرجان معاً. ماذا؟ كيف يخرجان؟ أنا لا أصدقك أبداً. فيوليتا، صدقيني، أنا سمعت هذا بنفسي. لا، مستحيل يا إيتن، لن يفعلها. بالمختصر، يجب أن نفكر في شيء كي ينفصلان عن بعضهما البعض.
حسناً، أنا موافقة، ولكن ماذا؟ كما فهمت منهما أن إيتن قد قرر بأن ينفصل عنك اليوم، ونحن لا يجب أن ندع هذا أن يحصل على الإطلاق، هل فهمت علي؟ إن رغب بفعلها سيفعلها، نحن بكل تأكيد لن نستطيع أن نقوم بإيقافه. لكنك فتاة، يمكنك أن تقومي بالتلاعب بمشاعره، دعيه يشفق عليك، أوهميه أنك لا يمكنك العيش من دونه وإلى آخره. حسناً، ربما هذا سوف ينجح، ولكن ماذا سوف تفعل أنت؟ أنا سوف ألهي إيما عن إيتن، لا أعلم إن كنت سأنجح، لكن يمكنني المحاولة. حسناً، اتفقنا. اتفقنا. حسناً، يجب علي أن أنهي الوظيفة. أوه يا إلهي، الأزهار جميلة جداً، ويوجد ملاحظة من بين. مرحباً، أخبريني، هل أعجبتك الورود؟ نعم، إنهم رائعين، لكن أنا أعلم، لا تريدين العلاقة معي وإلى آخره. أنا أريد أن أكون صديقك، وهذه هدية من صديق، ليس أكثر، ليس أكثر. شكراً بين، هذا لطف جداً، جميلين. إن هذا رائع، إما لقد قبلت الورود من بين؟ نعم. أنا حقاً تائهة الآن يا صديقتي، أنت مع بين أم أنت الآن مع إيتن؟ مع إيتن بالتأكيد، بين إنه صديق ليس أكثر. لقد فهمت. حسناً، لون أحمر شفاهي يليق بي جداً، لكن أتمنى أن يعجب إيتن أيضاً. فيوليتا، مرحبا. أو إيتن حبيبي، وأخيرا قد أتيت، لقد انتظرتك. اسمعي، يجب علينا أن نتحدث الآن. هل حصل أي شيء؟ الموضوع أنه توقف قبل أن تبدأ، أريد أن أخبرك بأنني أحبك جدا، ولا يمكنني العيش من دونك ولا حتى للحظة. أخبرني ماذا أردت أن تقول. أنا أبدا، لا شيء مهم، أردت أن أدعوك إلى الحديقة لنرى البحيرة. أوه رائع، أنا موافقة، هيا إذن. توقفي، علي أن أذهب الآن إلى النادي، إنهم يحتاجون لمساعدتي، نلتقي لاحقا. لا بأس. حسنا، لم أفكر أنه سيكون سهلا هكذا، ولم أتوقع أيضا أن أختي الصغيرة ستصبح منافستي في حبيبي. أين إيتن؟ مرحبا، أنا أسف على التأخير. لقد انتظرتك كثيرا. كنت أتحدث مع فيوليتا. حسناً، هل نجحت بالانفصال؟ ألم تنزعج كثيراً؟ إيما، لم أستطع أن أنفصل عنها. ماذا؟ لكن لماذا؟ لقد أخبرتني أنها لن تستطيع العيش من دوني وشيئاً كهذا. لذلك قررت ألا تنفصل؟ لا، لا أعلم ماذا أفعل. فهمت يا إيتن. إيما، بمناسبة، ما هذه الأزهار؟ لقد أهداني إياهم بين، جميلين أليس كذلك؟ المفضلين لدي. لكن منذ متى وأنت تحبين الأزهار؟ منذ الآن. حسناً، سأذهب. إيما انتظري، لما أنت هكذا كالأطفال؟ حسب ما قلته منذ أسبوع بالضبط، أنا بالفعل طفلة. ماذا أفعل؟ إيما تعجبني، وفيوليتا أشفق عليها. حسناً، أنا سوف أنفصل عنها. كيف يمكنه أن يفعل هذا بي؟ لماذا هو قد تركني؟ فيوليتا لا تبكي، لا يستحق هذا. بالفعل يا أختي، هذا الشاب لا يستحق حزنك أبدا. الكلام سهل دائما. فيوليتا، تتخيلين كم سيكون لديك شبان يرغبون بك؟ سوف يكسرون قلبي من جديد. يا إيما، أنا آسفة، لم أقصد. أنا لا أريد أي أحد الآن، لا أريد. أختي، أنت الأفضل، لا تبكين أرجوك، أرجوك. حقا، قولا لي أن تفعلن هذا بمجددا. بالتأكيد لا، أنا بالتأكيد لن أكرر هذا أبدا، آسفة. لقد سامحتك منذ زمن، أتحدثت معه، ماذا قد أخبرك؟ إيما، أريد استعادتك. إيتن، أنا آسفة، لكنني فكرت، ولا يمكنني أن أفعل هذا بأختي، هي أهم بالنسبة لي. لكن كيف نحن؟ ماذا عن علاقتنا؟ لا يوجد نحن، ولم يكن بيننا علاقة. حسناً إيتن، آسفة ووداعا. وكل شيء حصل هكذا. إيما، أنت حقا أخت جيدة، آسفة على كل شيء. وأنتن يا فتيات سامحنني على كل شيء. إذن لنتعانق، هيا. أجل. أخي، حقا قد افتعلت مشاكلا. أنا مصدوم بنفسي، كيف حصل هكذا؟
ماذا سوف تفعل بعد ذلك؟ هيا. لا أعلم، ربما سأنتقل إلى مدرسة أخرى وأنا لا يوجد لدي خيار آخر. أخي، ربما تغير رأيك. كيف أنا سأكون من دونك؟ ستنجح، لكن مع إما وفيوليتا. بالتأكيد لا أريد أن أراهم. أخي، كنت أحب المدرسة بسببك وبسبب سوزي. للأسف أنت تنتقل، لكن دعنا نراك من فترة لأخرى. لا تتركنا. بالتأكيد سآتي يا أخي، من أجلك أنت فقط. بن، يا له من موعد رائع، وأزهاري المفضلة أيضاً. أنا سعيد لأنك قد أحببتهم. بالتأكيد، لم يهدني أحداً أزهار كهذه، لهذا أنا سعيدة. صوفي، كيف كنت غبياً هكذا ولم ألاحظ فتاة رائعة مثلك سابقاً؟ لأنك كنت دائماً منشغلاً بإيما. نعم، لكن من الجيد أنني قد استطعت أن ألاحظ سعادتي. هذا لطف جداً منك. أنت أيضاً. إذن أنت لا يمكنك أن تبني سعادتك على سعادة الآخرين. من الجيد أنني قد اتركيني، إنه يؤلم. لا تخوفي شعري يا سيوزي. ابتعدي يا إما، هيا ابتعدي. لا لا، أنا لقد كنت أمزح معك. يكفي شجار يا أختي. لقد تحدثت مع كيفن وقلت له أنني أتبول في السرير. إنه صديقي المستقبلي. إنه صديقي أنا. ابتعدي عنه وانسي أطره ويده الغبية. ابتعدي في الحال. ابتعدي عني يا إما. عن الشيشية قلت لك ابتعدي عني في الحال. كم أنت غبية يا سيوزي. هي التي بدأت بالشجار هذه المرة. هل تذهب كل واحدة منكما بسرعة وتجلس في غرفتها وسوف تبقين هناك حتى تنتهي من الشجار؟ أمي، لكن إما هي المخطئة. أنا غير مذنبة أبدا، هذا ليس عدلا. لا، هي من قد بدأت بالمشكلة والشجار وليس أنا. قلت لكما أن تذهبا إلى غرفتكما على الفور. بسرعة. إنك السبب في ذلك. نعم، وهكذا كل يوم. هذه الوقحة أختي إيما، وهي تقوم بإزعاجي حقا. هاي، لا تفكري بصوت مرتفع. أخفضي صوتك الآن. بدأ كل شيء في المدرسة في الأمس. انظروا لحقيبة اليد الجديدة التي قد اشتريتها، إنها من أحدث الأنواع التي صنعت. بالمناسبة يا صديقتي، من أين حصلت عليها؟ إنها غالية. يا بنات، لا تريدون أن تتسكعوا معي؟ لقد غادر والداي وكلنا إقامة حفلة في منزلي. نحن معك. هاي، هل هناك شيء مضحك فيما قلته؟ فلتنظر إلى نفسك وإلينا. اذهب وتمشى مع تلك أخت سيوزي، هي بالتأكيد سوف تبقيك بصحبتها. أوي، إنني لا أمانع مشاهدة الرسوم المتحركة وشراء الكثير من الحلويات. ابتعدي عني الآن. حسناً، سوف أشاهد الرسوم المتحركة لوحدي. يا له من رجل وسيم. مرحبا، أنا إيما، سنكون أصدقاء. لماذا أنا لن أسمح لك بذلك؟ سيوزي، أختك الصغيرة قد هزمتك شر هزيمة. سوف أريك الآن. حسنا، لا أمانع على الفور. غادري من هنا الآن أيتها الغبية. لماذا تفعلين هذا؟ مرحبا، أنا سيوزي. هل تعلم بأنك شاب وسيم للغاية؟ دائما. في الواقع أنني أنا من التقى به أولا. إنه صديقي. لا، أنت لست من مستواه، لذا من الأفضل أن تأخذي حقيبتي وتنتبهي لها. هكذا إذن؟ حسنا، تم حل المشكلة على هذا النحو. لقد كان واقفا هنا. وأين ذهب؟ أين هو؟ ما هذا؟ هل هذه لعبة جديدة؟ نعم، لقد تجاوزت الحد الأقصى فيها. هل يمكنني اللعب معك؟ هل تسأل؟ اجلس. هيا. يبدو يا صديقتي أنك تعانين من بعض الحظ السيء اليوم. حسناً يا أوسكار. أي أنت يا صغيرة، ماذا تفعلين بحقيبتي؟ أنت أيتها الصغيرة، أعطني الحقيبة. توقفي، أعطني الحقيبة في الحال. إنها حقيبتي، هيا هاتيها. هاتيها يا إيما. أيتها الصغيرة، تعالي إلى هنا يا إيما. هذا طبيعي، ستعتاد عليه. بالمناسبة أنا ليلى. أريد التعرف، هل تريدين الذهاب إلى المقهى معي؟ معكم، وهو سيأتي أيضا. حسنا، دعينا فقط نتعرف على بعض. بالطبع، بكل سعادة، هيا بنا. رائع، لنذهب. أنا لا أفهم كيف يمكنهم الشجار هكذا دائما. إنهن أخوات حبيبي. لا تزال
زالان طفلتين وخاصة سوزي الأكبر منها وإما صغيرة. إذا تشاجروا مرة أخرى سأعاقبهن بكل تأكيد. هيا اتركيني وأنت اتركيني أيضا. ابتعدي عني، ليس صديقك بل صديقي أنا. هذا يؤلمني يا سوزي. دعي شعري واتركيني وشأني، هذا يؤلمني. أنا من قابلته أولا، هل فهمت هذا؟ أقول لك الحقيقة، لا أعرف أين الحقيبة. دعيني وشأني يا سيوزي أرجوك، إنك تؤلمني يا سيوزي. دعيني. لما تتشاجران دائما؟ أبي قل لنا ماذا هناك. مرة أخرى لم تتشارك الأشياء. هل بدأت أحدكم بمضايقة الأخرى من جديد؟ هي قامت بإتلاف حقيبة جديدة. كانت هي لي أولا. أهلي اشتروها لي. لا بل اشتروها لي أنا، إنها خاصتي. وهي قلت لك اشتروها لي أولا يا سيوزي، لماذا لا تصدقيني؟ اصمتا. كم انت غبية. عزيزي استمع. شكرا بريتني. حسنا يا فتيات، لقد سئمت انا وامكم من مشاجرتكن طوال الوقت. حسنا ابي. لست اباكم بعد الان، وبالتالي لن تحصلوا على مصروفي الجيب حتى تتعلموا كيف تتعايشون مع بعضكم. ماذا؟ هذا ليس عدلا. والدكما على حق في هذا، انتما اختان، عليكما ان تحبا بعضكما البعض. انا لن احب هذه الفتاة ابدا. انا لا اعرفها ايضا. كم ذلك صعب بالنسبة لهم. حسنا لا تقلق يا حبيبي، امل ان يستمر في الاستماع اليك العادي. كيفن، هل تتذكر هذا المستوى؟ نعم، وما زلت لا استطيع المرور لانها صعبة جدا. لعنة. كيفن، ماذا كنت تعمل من قبل؟ حسناً، هناك في الخارج. حسناً، كما تعلمين أنك لعبت أسرة أستلا وعشت في قصر كبير. هذا رائع. هل لديك والدين ثريين أيضاً؟ لا، لقد فعلت كل شيء بنفسي. يا صاح، أنت مجتهد. لماذا قدمت إلينا؟ لأنني أسافر في جولة حول العالم وقررت البقاء هنا بشكل مطلق. كيف يمكنني التخلص من هذا أوسكار؟ علي الحصول على كيفن بحيث لا تفعل ذلك سوزي. اسمع يا أخي، لنذهب إلى المنزل ونلعب اللعبة التي حملتها حديثا. هل تريد اللعبة؟ ما رأيكما أن نذهب أولا إلى السينما؟ سمعت أن هناك فيلم أكشن رائع يرد هناك اليوم، ما رأيكم بهذا؟ هيا. أوه، هل تحبين هذا النوع أيضا؟ لم أكن أتوقع هذا منك. نعم نعم، هذا نوع المفضل من الأفلام. هيا بنا. اللعنة، بسبب هذه التافهة لا يمكن أن أذهب في نزهة. في الواقع يا أختي، بسببك أنت لم أخرج أنا مع كيفن. اسمعي، أنت ما زلت صغيرة جدا بالنسبة له، وأنا فقط خيار مثالي بالنسبة له. أنا لست صغيرة، وعموما لا يوجد فرق كبير في السن بيني وبينك. انظري، هذه المرة الأخيرة التي أحذرك فيها سيكون كيفن ملكي. إياك أن تقفي في طريقي. وأنت ماذا؟ ماذا ستفعلين لي؟ بي بي بي. سوف أتأكد من أن أمي وأبي لا يشترون لك الحلويات مجدداً أبداً، ولكن يشترون فقط لي، هل فهمتي؟ هكذا؟ حسناً، إذن دعينا نراهن على هذا. من سوف يقابل كيفن أولاً هو من سيفوز، وكل الحلويات يأخذها وتذهب إليه. موافقة؟ ليس لدي ما أفعله معك. لقد علمت أنت تخشي أن تخسري، صحيح؟ كنت أعرف ذلك. أخاف من أي شيء. دعينا نتفق. حسناً. حسناً، انتهى كل شيء. ستبقين بلا حلويات وبدون كيفن. سوف نرى ذلك أيضاً. حسناً، باختصار هذا حدث. بعد ذلك لقد جئت لألعب كرة السلة. إن كيفن مجدداً يتحدث فقط مع أوسكار. أنا بحاجة إلى أن أتصرف على الفور. بحق؟ هل قال ذلك؟ اسمع أوسكار، هل تريد الابتعاد لدقيقة لو سمحت؟ ربما هي تريد أن تعترف لك بحبها الآن هي. إن هذا مستحيل. نعم نعم بالطبع. هيا اذهب يا أخي. ماذا كنت تريدين التحدث معي؟ اسمع أوسكار، أريد حقا أن أقوم بإخبارك بشيء، لكني لا أعرف كيف أجعله أكثر لطفا منه عليك. أصمتي، أنا أعلم ماذا تريدين أن تقولي. حقاً، كيف ذلك؟ حسناً إذن. ليلى، أنت تعجبينني. أوسكار، ابتعد ودعني أمشي مع كيفن لوحدي، هل فهمت؟ ماذا؟ ماذا ماذا؟ هكذا، أريد أن أذهب معه في نزهة لوحدي، هل هذا صعب؟ هيا اتركنا بمفردنا رجاءً، هيا. إذن، انتظري، أعتقد أنك تطاولت علي قليلاً. كنت أعلم أنه لن يتم ذلك بشكل جيد. ماذا ليلى، هل فقدت عقلك؟ أنا لا أستطيع الخروج. أحصل على قسط من الراحة بينما أذهب أنا إلى السينما مع كيفن. هاي، لا تتركيني هنا لوحدي، أنا خائف يا أمي. أوه،
هو قال أنه بحاجة ماسة إلى الإسراع في الذهاب إلى المنزل. هيا لنذهب إلى السينما. يا فتيات تعاليا، الإفطار جاهز، لا تتأخرا. ماذا لدينا على الإفطار اليوم؟ الحبوب المفضلة لديكما، كلا لتذهب. هي، هل هذه هي ملعقتي المفضلة؟ لا، هذه ملعقتي. لا، إنها ملعقتي أنا. قلت لك ملعقتي، لماذا لا تصدقيني؟ نعم يا أمي حبيبتي، سأسرع إلى العمل، لقد تأخرت جدا. يا بنات لا تتشاجروا، أنا أحبكم. حظاً سعيداً حبيبي. وداعاً. يا فتيات حان الوقت لأذهب إلى المتجر، وأنتما كلا واذهبا إلى المدرسة، واضح؟ وبدون مشاجرة. بالتأكيد. أنتما مطيعتان، أحبكما. أمي تكون مدركة للغاية. لا تقولي هذا. حسناً اتضح أن كيفن موجوداً بالفعل في المدرسة. على ما يبدو نعم. هذا هو الذي يأتي أولاً، هو من يحصل عليه. هاي انتظريني أنت، لا تذهب يا أختي، انتظريني. هل أعجبك في الملابس؟ رائع، ليس كذلك؟ نعم، لقد أعجبني جداً بالطابع. في الواقع أنه ممل للغاية، لكن الشيء الرئيسي هو أنني كنت مع كيفن. يقولون أن الجزء الثاني سيصدر قريباً، يجب أن نذهب ونشاهده سوياً. لا، أنا أولاً. لا، ركضت أسرع منك. هاي، هل أنتما بخير؟ لماذا سقطتم على الأرض؟ لقد ركضنا للتو إلى المدرسة، حتى لا نتأخر أبداً. حسناً يا صديقتي، لدي بضع كلمات معك. ماذا تريدين؟ اذهبوا أنتم وأنا سوف أتحدث مع كيفن. أجل كيفن. بالطبع أنا لا أمانع. حسناً، ما بك الآن؟ تلك الصغيرة، حسناً سأتعامل معها لاحقاً. صديقتي أنت غريبة نوعاً ما اليوم. من الأفضل أن تخبريني لماذا تجلسين بالقرب من كيفن وتقومين بالتبسم. وماذا، هل هذا ممنوع؟ أنا فقط أتحدث معه، بماذا تفكرين؟ حسناً، أنت تعلمين أنني أحبه وسوف يكون صديقي أنا. تعرفين ماذا؟ سنرى ذلك لاحقاً. ماذا؟ أنت؟ سيوزي، هل صحيحاً أنك ما زلت تتبولين في سريرك؟ ماذا؟ حسناً، تعالي إلى هنا يا غبية، الآن سأريك من يتبول على السرير، سوف تريك نتيجة أفعالي. تعالي إلى هنا في الحال، لقد قلت تعالي إلى هنا. هل هم دائماً هكذا؟ نعم، يجب أن تعتاد على ذلك. اسمع يا كيفن، هل تود الذهاب في موعد معي قريباً؟ بالطبع، سوف أكون سعيداً مع فتاة جميلة. كيفن لا تحرجني، اتركيني، ابتعدي عني يا أرن. الفوضى، لما تتقاتلان مجددا؟ هي التي بدأت بشجارها مرة. فلتذهب كل واحدة منكما بسرعة وتجلس في غرفتها، وسوف تبقيان هناك حتى تهدأ. أمي، لكن إما هي المخطئة، أنا غير مذنبة أبدا، هذا ليس عدلا. لا، هي من قد بدأت المشكلة والشجار وليس أنا، صدقاني. قلت لكما أن تذهبا إلى غرفتكما على الفور. بسرعة، أنت السبب في ذلك. لكن متى تبدأني بالتعايش بشكل طبيعي؟ ربما أفعل شيئاً خاطئاً، بماذا أخطئ أنا؟ لا لا يا حبيبتي، أنت أم رائعة وتربيهم جيداً، إنهم فقط بسبب عمرهم يخسرون هكذا. نعم سام، إنك تدعمني كثيراً، لهذا السبب أنا أحبك. وأنا أحبك كثيراً، تعالي دعينا نذهب ونشرب بعض الشاي. بسببك أنت مرة أخرى وبخت. بسببي أنا؟ بل إنه بسببك أنت. إذن لنتوقف، لقد سئمت بالفعل من كل هذا، دعينا نتحدث مع بعضنا. من الغريب سماع ذلك منك أنت.
إيما، أريدك أن تفهمي أخيراً أن كيفن سيكون ملكي فقط هذه الفترة. أنا أيضاً أريدها أن يكون صديقي. أنت صغيرة جداً بالنسبة له، لماذا ترغبين به؟ إنه ليس كبيراً، لقد أحببته من النظرة الأولى، وسيمون جداً، غني ورياضي أيضاً. لهذا أنا أحبه أيضاً، لكن هناك مشكلة واحدة فقط لا أحبها حقاً به. ما هي؟ أعتقد أن ليلى تريد أن تأخذ كيفن بعيداً عني، وبشكل عام هي ستنجح عندما أتعامل معك هكذا. حسناً، أولاً كيفن ليس صديقك، لكنه لي، وثانياً هذا سيء للغاية، سيوزي يجب عمل شيئاً مع ليلى. أنا أقول نفس الشيء، تقريباً نحتاج إلى البحث عنها بسرعة قبل أن تبدأ في مواعدة. نعم، لأول مرة أتفق معك يا أختي لنسرع. أنا لم أكن أعتقد أنك رائعة هكذا. كيفن أنت تجعلني أخجل. لكني أقول الحقيقة، لذلك لا داعي أن تكوني خجولة. إنها الحقيقة أيضا. اسمع يا كيفن. نعم ليلى، أنا أستمع إليك. اللعنة اللعنة، الآن أعترف. حسنا، كم هذا مثير، إنه جدا جميل، أنا أحبه. ليلى لماذا توقفت؟ نعم أردت أن أقول لك أنني معجبت بك كثير. نعم، ها أنت هنا. الآن سأريك كيف كان مسحك سيئا معي. أخي، ماذا حدث؟ لماذا أنت تتكلم هكذا على ليلى؟ هل ما زلت تسأل لماذا؟ ألقت بي في الأدغال، تخيل، وقالت لي ألا أتدخل معك. هو يكذب يا كيفن، كيف أستطيع كفتاة ضعيفة أن ألقي به في الأدغال؟ إنه يكذب طبعا. حقا يا أوسكار، لا تستطيع فتاة صغيرة التخلص منه. فتاة صغيرة أنت تقول؟ إنها مجرد فتاة حقيرة تريدك وتريد أن تأخذ منك أموالك. كيفن، كيف يمكنه أن يقول ذلك عني؟ كم هذا محرج. يا صاح، نحن لم نعد أصدقاء بعد الآن. إيه يا صديقي، لن تستبدل أفضل صديق لك مع فتاة. اذهب مرة أخرى كقنفذ في الأدغال. كيفن، كم أنت رائعا وقوي. رائع. نعم، إنه تافه. لا أستطيع الانتظار أكثر من ذلك. حسنا، إلى أي مكان؟ إلى أي مكان؟ كيفن، أنا معجبة بك، دعنا نتواعد. هذا غير ماذا قلت؟ أنا حقا أستطيع أن أرى أنك معجب بي. نعم نعم نعم، أنت محقة. انتهى. كيفن هو ملكي الآن، ولندعى سيوزي تبحث عن رجل آخر من أجل لنذهب. إيه، أين أنتم يا رفاق؟ ساعدوني من الخروج من الشجرة. أين هم؟ كنت على يقين من أنهم سيكونون هنا. هذه فقط مضيعة للوقت. الآن لا أستطيع حتى أن أتخيل أين يمكنهم أن يكونوا الآن. ربما ذهبوا إلى السينما أو أي مكان آخر. وبدونك لم أكن لأخمن أنهم كانوا في مكان آخر. بالتأكيد ليسوا هنا. أيتها الكبيرة، هذا كل شيء. الآن ليس لدينا وقت للجلوس والتجادل. لقد مللت منهم. هذه المرة الثانية يرموني في الأدغال. أوسكار، ماذا تفعل هنا؟ ولماذا أنت هكذا قذر؟ رائحتك كريهة. اهدأ، ألقى بي كيفن في الأدغال. ولماذا حدث هذا؟ لقد كنتما أفضل أصدقاء على حد علمي. ماذا حدث؟ هذا كله بسبب ليلى. هذه ليلى؟ نعم، لقد أغلقت عينيه حتى لا يرى أحدا آخر ولا يثق بأي أحد غيرها. إذن هي بالفعل قد وصلت إليه. اللعنة. ماذا يجب أن نفعل يا أختي؟ هل لديك أي أفكار؟ أولاً علينا أن نجدهم، ويمكنك أنت وأوسكار مساعدتي. أنا؟ وماذا سأحصل من هذا؟ حسناً، يمكنك استعادة صديقك. لم يعد صديقي بعد الآن بالتأكيد، أنا أكرهه كثيراً، لقد قام باستبدالي بليلى. انظر يا أوسكار، من الأفضل للجميع إذا لم تكن ليلى مع كيفن، خصوصاً أنا، لذلك لا تخف وساعدنا. حسناً، لنذهب. مرحبا، عملية سرية سوف تبدأ. هل هذا صحيح؟ كم تمنيت هذا؟ كم تزعجيني أيتها الصغيرة. هاي، انتظروني. اسمع صوتك، فتتين عضو فتتين طويلة، ربما نتفقا مع بعض. تصبح فتياتنا صديقات، أنا أؤمن بذلك بشكل رئيسي. أمي، أبي، نحن في المنزل. حضرنا صديقا وسوف نجلس في غرفتنا، لا تدخلوا لو سمحتم. مرحبا. حسنا، توقفوا، من هذا الصديق الآخر؟ ماذا ستفعل معه؟ ما تحبهما؟ إذن ماذا؟ ماذا نحن نستمتع؟ نحن أخوات وسنذهب معا.
ربما أنا أتقدم في السن. أنا بالتأكيد لم أسمع ذلك. حقاً وأخيراً لطالما قلنا أنهن لن ينتبهوا يمكننا الذهاب بأمان إلى جزر المالديف كما كنا نريد منذ زمن. أوه حبيبي هل أنت جاهز؟ سأذهب لأخذ حقيبتي والمرأة بانتظاري. سأحب عائلتي هكذا. حسناً ماذا سوف نفعل؟ سوف نضع أولاً خطة عمل أو نصنع أزياء تجسس. ما رأيك؟ إيه ما لا شيء من هذا القبيل سيحدث. الآن سأخبرك من وماذا سنفعل. حسناً ما الذي توصلت إليه؟ الخطة هي كالتالي. أنت سوف تأخذ كيفن بدون ليلى وسوف تقوم بإقناعه بالحضور إلى حفلتنا. وكيف باستطاعتي أن أقوم بذلك؟ إنه لا يرى شيئاً سوى ليلى. أنا لست مهتمة لهذا الشيء. الرئيسي هو النتيجة. وأنا أيضاً ماذا علي أن أقوم بفعله؟ نعم انتظري أنتِ. عندما يقوم أوسكار بالاعتناء بكيفن سوف أذهب وأجد ليلى وأقوم بدعوتها إلى الحفلة. أجل حسناً دعونا ندعوهم جميعاً إلى الحفلة ثم ماذا سنفعل؟ أي وماذا عني؟ ماذا سأفعل أنا؟ كل شيء بسيطاً للغاية. في الحفلة سوف نريه من هي ليلى الحقيقية ولن يرغب في رؤيتها مرة أخرى بعد. خطة جيدة وعملية. والأهم من ذلك أن كيفن سوف يكون لي وحدي أنا. لا توقفي. أولاً سوف يكون كيفن لي وثانياً ماذا سوف أفعل أنا؟ لماذا تصرخين هكذا؟ إذن أنت هاي لماذا تتهامسون؟ قولي لي ما الحديث؟ أنت سوف يكون لديك أخطر مهمة. يا إلهي أليست صغيرة جداً مثل هذه المهام؟ لا لست صغيرة أنا أتعامل مع الجميع. حسناً إذن سوف تجهزين مكان الحفلة. لقد انتهت الخطة. لنتحرك كلنا كل شخص إلى مهمته حالاً. يا لها من مهمة رائعة. رقاد المكان الذي سوف تتم فيه أهم الأحداث في الخطة المثالية هذه. كل شيء سينجح. حسناً أين يجب أن نبحث عنهم؟ ليس لدي حتى خيار. دعني أفكر. إذا كانوا في موعد مع بعضهم البعض فإنهم سوف يعودون معاً. على ما يبدو هذا صحيحاً. حسناً أنا أعرف أن ليلى يمكنها أن تمشي على طول الشارع هذا والاستمتاع برؤية اللقاء الغرامي. أما كيفن هل تعرفين أين نجده؟ لن أقول بالضبط لكنه يحب الرياضة صحيح؟ بالتأكيد يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية ليحافظ على لياقته. حسناً هذا ما لم أقل. على الأرجح هو في الصالة الرياضية. أراكم جميعاً في الحفلة. بالتوفيق. ولك أيضاً. ربما يكفي هذا لليوم. مرحبا كيفن كيف حالك؟ أوسكار ماذا الآن؟ ألم تكتفي يمكنني الإضافة؟ حسنا أخي توقف أنا لا أريد الشجار. جئت فقط لأتمرن وأتحدث بهدوء معك. أجل وماذا تريد أن تتحدث معي؟ ربما دعنا نقوم ببعض الأعمال أولا. لقد استوفيت بالفعل تمارين اليوم كاملة. بكل الأحوال هي مفيدة. كما ترى كيفن أنت أعز أصدقائي. أنا لا أريد أن أتشاجر معك. أريد علاقة جيدة فقط. صديقي أنا لا أمان لكنك قد أسأت إلى صديقتي. إنه أمر لا يغتفر. نعم نعم إنني أعترف بخطئي وقد كنت مخطئا حقا لذلك أدعوك إلى حفلة. إنني قد قررت إقامة حفل تكريما لمصالحتنا. دعنا ندعو الجميع للاستمتاع. هذا رائع. إذن اذهب وحضر نفسك وأنا سأتدرب الآن. لا توجد أسئلة. أنا سأضرب لك بكل تأكيد. هيا هيا. كل شيء كان سهل أكثر بكثير مما كنت أتخيل. لا أعلم ماذا يجب أن أخذ إلى المالديف. لدي الكثير من الأشياء التي لا يمكن وحدها. عزيزتي لما تحتاجين إلى كل هذه الأشياء؟ نحن لن نذهب إلى هناك للأبد. أنا أريد كل الأشياء. لا أريد أن ينقصني شيء. حسنا إذن سنشتري لك واحدة جديدة. لا تزال رائعا بالنسبة إليك. كله من أجلك يا حبيبتي. يا صغيرة ماذا تفعلين بها؟ أبي أمي الشرح طويل للغاية. لقد تم تكليفي بمهمة سرية مهمة للغاية لذلك ليس لدي وقت علي أن أذهب. آمل ألا تقرر سوزي الاستهزاء بأختها الصغيرة. حبيبي لا تقلق أعتقد أنهما يستعدان ليحضرا في وقت ممكن. نعم كلامي صحيح دعينا نعود لتحضير للرحلة.